بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة المحاضرة الرابعة والأخيرة من محاضرات الأونلاين البابليك أدمنستريشن قسم الإنجليش. كنا اتكلمنا عن الكونسبت الخاص بالتي كيو ام بتوتال كواليتي مانجمنت، أو إزاي المؤسسات بتدير الجودة عندها في بين الأفراد وإزاي تحقق أعلى درجة من درجات الجودة. والحقيقة احنا اتكلمنا في جزء نظري خاص بعلماء الجودة او البايونيرز اوف كواليتي، وخدنا ايه هي الكونسبتس بتاعتهم. دلوقتي اصبح في توجهات جديدة خاصة بتطبيقات الجودة زي الفايف اسس، وده كونسبت خاص بازاي ان انت توفر الجودة او تحققها من خلال تطبيق بسيط لخمس عناصر. الخمس عناصر دول بيبتدوا بالفايف اسس، وكمان مبدا اللين وهو ازاي ان انت تو ماكسمايز البروفيت او تو ماكسمايز الافشنسي بتاعه الاوتبوت او برودكتيفيتي من الاشياء او من الريسورسز اللي انت بتستعملها، وده من خلال تقليص اي هوامش او تقليل اي هادر اي تكلفه غير مستحبه، بيتعمل لها نوع من انواع الايه الاليمينيشن، الاستبعاد. ده ما يسمى بمفهوم اللين. حتى كلمة لين معناها ان انت بتميل الى، بينحني، بيبند، بيعصر. فاللينينج هو ان انت تجيب الماكسمايز اوف ايشو، يعني تجيب اخر الحاجة، تمام. الفايف اسس هو ان انت تطبق شكل من اشكال النظام، تمام، وعناصره الخمسة اللي احنا بنشوفهم قدامنا دلوقتي in order to ايه to maintain quality. قالك لو انت طبقت الخمس عناصر دولت انت هتحقق جودة، تمام. ايه هم الخمس عناصر؟ هم السورتينج، سيمبليفاينج، سويبينج، ستاندرايزينج، سيلف ديسيبلين. سورتينج بمعنى الفصل ما بين الاشياء، هي ان انت تقوم بفصل الاشياء المهمة من الاشياء الانسيسري او الغير مهمة. سيمبليفاينج هي التبسيط هي كرييتنج اند ايدنتيفاينج ا بليس فور ايفريثينج، نوع من انواع الدوكيومنتيشن، ان انت تبقى عارف اماكن الملفات بتاعتك، تبقى عارف المستندات فين. على فكره الايتيمز بتاعت الفايف اسس ديت برغم ان هي بسيطه جدا الا ان يتعمل عليها ابحاث كثيره هنشوفها مع بعض. وعايزه اقول لحضراتكم ان المؤسسات خاصه الحكوميه بتفتقد الايه الايشوز ديت، ولما بتتبعها هي بتوصل لدرجه من درجات الجوده. سويبنج اللي هو فيجوالي اند فيزيكالي كنترول ذا ورك اريا، طيب ان انت تعمل نوع من انواع الكليننج للورك اريا، ازاله باستمرار الاشياء اللي ملهاش لازمه من الطريق، بحيث ان انت يبقى المكتب او المكان الاداري بتاعك منظم. ستاندرايزنج اكتيفيتيز اند سيكوينسز، ان انت تعمل ستاندرايزيشن، تعمل معايير محدده لكل الاكتيفيتيز وتبعيات الاكتيفيتيز ديت ايه. سيلف ديسيبلين هو ان كل فرد في المؤسسه يشود بي بارتيسيبيت في الفايف اسس، لازم يتحمل مسؤوليه ممارسه الايه الاكتيفيتيز اللي جوه المؤسسه. هنشوف مع بعض دلوقتي فيلم بيعرض لنا الفايف اسس وازاي ان هي ممكن تتطبق بمنتهى البساطه في المؤسسات. We don't have time to mess with this. We have a lot of parts to build and deadlines to meet. I didn't have a good feeling about it. I felt it would just be a waste of my time. I just wanted to do my work, and I thought it was just going to be another program that would come and go. Currently, I'm glad we got rid of the personal toolboxes because now I see we don't need them. I have my shadow board. All the tools I need to do my job. So we've had plenty of time to see that it actually does work. So we're pretty excited about it, and it's part of our everyday process now. It makes our work easier. I
can go home at night feeling that I've accomplished something rather than looking around for something all day long. Now everything's very well organized and it makes our jobs go much smoother. These two groups of Boeing employees have been practicing the 5S's for some time, and they're experiencing the results every day. What changed their initial opinions about the 5S's, and what's happened to their work environments along the way? Well, both groups work inside this building, but their work areas and processes are very different. One's a manufacturing area, the other an office environment. Now, in this video, we're going to find out about each group's experiences with the 5S's. We'll see some of what they've accomplished, and we'll hear from them how their jobs have been affected. Now, just inside this door is the area where the main landing gear door is assembled for the 757. The area's employees started their 5S activities about a year and a half ago. Now, since then, their area has changed dramatically. Before we implemented the 5S's, our area was pretty much a mess. We didn't know it at that time, but we had workbenches that were serving as benches, tool storage, lunch tables. We were storing parts on them. Just about wherever we could put something, that's where it went. The first step to making changes in the area was the first S, sorting. Surprising in the end when we had sorted everything that we deemed unnecessary, the big pile of stuff we had in the middle of the floor was just amazing. We had two or three SA dollies full of stuff that was carted out of here that we had decided weren't really a necessary part of our process. It was really amazing. In the beginning, it was hard to get rid of things, but when we looked at the reality of the issue, we had to decide, do we need it? And if we don't need it, we get rid of it. If we do need it, we need to decide how much of it we need to keep in the area, and we need to have a permanent location for it. Okay, guys, the first thing we're going to do is the first S, sorting. And the way we'll get started in order to... Sorting is not a one-time thing in this area. This is the area where you several times since their initial sorting, they've repeated the process, and in doing so have removed even more unnecessary stuff. The process starts with agreeing on sorting criteria and designating areas for small teams to tackle. How often do you use it? Do you use it at least weekly? The team members touch every item in their assigned area and decide if it's really needed. If they think an item is not needed, it's tagged with a post-it note and brought to a holding area. Sounds good. What are these? Can we use them? I don't know what they are. Let's tag them and we'll find out. Okay, sounds good. Later, the entire group reassembles and holds a sorting auction. Now, through the auction, they must reach agreement on whether the tagged items are indeed unnecessary. Nobody uses it anymore. Oh, let's get rid of it. Get rid of it? Yeah, it's yeah. All right. Okay, we have three boxes of these bolts. These are VG10K42s. Who uses these? We do. Everybody does? Yeah, we use them on the main landing gear doors. On the main landing gear door? Yeah. Do you use it? We use a box up in a month, probably. Box in a month? Yeah. But you use them every day? Yeah. Well, what do you think? Think we ought to maybe take one box and leave it in the area and send the other two to surplus or to the standards? Yeah. We have consensus. Everybody agree with that? Yeah, we're good. Okay, great. Marty, I'd like you to take custody of this and find a proper location to properly identify those. Thank you. Take these. All right. Every tagged item goes through these same sorting criteria questions. Those that meet the criteria and are deemed necessary by the group are ready for the next steps. Simplifying. Anybody use this? And arranging everything that's needed so you can do the job efficiently and safely.
The Landing Gear Doors employees have created some excellent examples. They designed these mobile work tables for each of the door assembly tools. Attached to each table is a shadow board. It contains and organizes all the tools, drills, and bits they need to work on the door in that position. When I go to reach for a certain tool, a drill motor, a screw gun, or anything like that, it's right. I know exactly where it is. I don't have to search. Another shadow board mounted on a cart holds the drill plates that get mounted on the door assembly tool. Some of these plates weigh over 40 pounds, but because of their arrangement on the shadow board, there's no more bending and twisting required to lift them into place on the tool. And the cart's mobility saves a lot of steps toward carrying a heavy load. Notice that labels on both the plate and the shadow board make it clear where the plate belongs. Outlines on the floor clearly tell you where things that can be moved should be located. Everything from mobile racks for the doors to garbage cans and hazardous waste containers. And hazard stripes identify danger zones around equipment. Possibly the most significant change in the area is the disappearance of personal toolboxes. It's taken a while, but everyone has taken their toolboxes home. I don't have a toolbox anymore. I can go to any area in this shop and work without my toolbox. I don't need it. Except for specialty things, and that's what our tool room's for. To this area's employees, sweeping means something more than just pushing a broom. It includes an ongoing visual inspection of their work area. When I sweep across my area and I notice something's out of place, I'll put it back in place. This is what keeps your area organized. So I visually sweep the area for anything that is out of place, including our shadow boards. If some motors are missing, they're usually on the bench somewhere. I'll grab them and put them back. This is something that I do throughout the day. Of course, for a truly clean workplace, physical cleaning is also part of their sweeping routines. The physical cleanup is a disciplined part of 5S, and you have to clean, you have to sweep. By the way, we have our areas set up now. It's much easier. There's no clutter. It's not cluttered. There's not a lot of things around on the floors, everywhere, too. So the cleaning is real easy. Since most of their equipment is on wheeled carts, the group can sweep and clean up more efficiently and thoroughly. It's an ongoing thing. You can't just say, well, we clean up 15 minutes at the end of the shift. We don't do that. It's ongoing, always. Specific process that everyone follows. No variation. That process can change later, but for the time being, everyone sticks to a specific process. That's standardizing. To assemble the main landing gear door, the mechanics use many different sized fasteners. The group has standardized the order in which boxes of fasteners are arranged on a mobile cart. This order matches the standardized sequence in which they install the fasteners in the door. Another example of standardizing are the shadow boards for the two door assembly tools. There are shadow boards for both the left and the right doors. The crew designed the layouts for these shadow boards to be identical. This standardization eliminates searching for tools when switching from work on one door to the other. As an outgrowth of their 5S activities, the group has also begun to standardize some of their work processes. In the past, before the 5S's, we used to put tools or do our processes in any open space that we had on the floor. Doing the 5S's has really organized us. We now do our process flow. Our incoming comes in. It's identified, it goes straight into our tools, out of our tools, onto the floor to do the floor work, into seal, into paint. It's almost like a horseshoe effect.
self-discipline in the 5S program. It's something that you grow into. It doesn't become natural, but it becomes habit. The longer you work at it, the better you become at being self-disciplined. Self-discipline is just something that you have to have if it's going to work. In our case, on the FHAs here, if you run out of a certain size of a drill bit, the self-discipline kicks in when you go and you replenish that drill bit supply instead of just sneaking over to the other FHA and stealing one of their drill bits or something like that. But self-discipline goes beyond the individual. The group has learned that they must work at the 5S's as a team. This includes getting input from everyone who could be affected by a 5S improvement. Everyone has to participate in 5S's. It isn't a one-person thing. It's a group effort. And without the group, you're done. Also learned that their management must play a supportive role, especially when planning for initial 5S implementation. Ray Bracey, general supervisor for the building, agrees. In terms of being leaders, it doesn't mean going out and doing it ourselves. It means asking the people how they want it done and then giving them the resources to allow it to occur, whether that's things like shadow boards that we have in the shop floor or tools or what have you, or whether it's time or whether it's money to make things happen. It's fairly easy to see how much the landing gear door area has benefited from the 5S's. But you might ask how these 5S ideas apply to people working in office environments. Our second group is a case in point. There are 6-person industrial engineering office that schedules the workload for this building. Let's take a look at what they've experienced since starting their 5S activities 8 months ago. Before we got started, it was a cluttered mess. Racks, folders, books, manuals piled so high on everyone's desk that you couldn't see the top of their desk and you couldn't see each other in this room. It was just mass paper everywhere. It was distracting. During their initial sorting phase, the group surplused a lot of unnecessary items, including 5 bookcases, 55 binders, 24 recycled boxes full of paper, a desk, a cabinet, and several chairs, all from this small office. As a result, today the office is uncluttered and neat. Reducing unneeded paper is an important component of their sorting. One big paper reduction was achieved by canceling unneeded reports being routed to the group. We had stacks of reports coming in that maybe an analyst that was here 3 years ago had ordered, and it was still coming in and getting filed. No one in here was using it. It might have been for a 707 spare only one time that we made the part, and no one needed it, but it was still coming. The group is proud to have eliminated wire racks and 5-tier trays from all their desktops, an improvement they believe goes beyond mere appearances. They were good places to put things, but there's no way to know what you have there unless you go through them routinely. So they were just collection spots, collectors of useless material as well as needed material. Shop, this group has made some of their greatest gains through simplifying. They've developed a number of systems that better organize the information they need to do their jobs. The master file system is the hub of their paper-based information. Its files are well organized and labeled, which makes the information in them easily accessible to everyone in the group. They also maintain an index of all files in the system, both in hard copy and on the computer. We don't have 5 copies of different pieces of information floating around, so when we need to update information, we have just one source to update. We know that that information will be the most current.
master file system saves a lot of time, too. Group-wise, there's six of us here, and I'd venture to say that per day. Okay. Well, Jen won't be back today, but I can get that information from her desk file if you let me call you back in a few minutes. Okay, I'll do that. Thanks to their desk inventory system, when someone is gone from the office, another employee can quickly access work-in-progress information kept in that individual's desk. Each employee maintains a form listing the files, charts, and computer disks stored in his or her desk, and where the items are located. The system definitely saves time that might be spent rummaging through someone else's desk, and it allows the group to respond to customers' requests for information when someone is absent. The group has also clearly organized and labeled information kept in three-ring binders. We've always used the binders in the office, but what we've done is we've labeled the binders, color-coded them by grouping, and identified them in a number sequence. We've got red for a certain section in a certain area, blue, etc. For quick reference, they've posted an index next to each group, listing the titles in that set. Each binder group is located closest to the individual who uses it most. The visual sweeping is an ongoing thing. We don't just stop what we're doing and say, oh, it's time to sweep the office. It's just something that we all practice. We want to make sure that we keep things the way we work so hard to get them. Sweeping means that it's easy to look across the room and tell what's out of place. We want a very organized process, so being able to easily identify those items that are out of place is important. Housekeeping is a part of sweeping. It also, though, includes safety items, safety factors. We no longer have clutter all over the floor to trip over. We've removed cords so that people aren't in danger of tripping over those. We don't have coats on the back of our chairs for people to trip over. Much safer environment. Okay, so also on the order activity. Thanks to their 5S efforts, the group is standardizing in a variety of areas. An important one is their concept of having only one project out on their desktop at a time. I find it a lot easier to work during my day with one item on my desk, which was part of our program here, and it allowed me to focus a lot better on my work at hand instead of looking at the terrible backlog I might have for that day or that week. Standardizing safety procedures was another high priority. We've established an evacuation procedure, which we have posted on the door, right next to the door. And along with that evacuation procedure, we have a list of those individuals that are members of the group. So the last individual that goes out the door can grab that form and have all the information easily accessible. Another example of the group's standardizing efforts are the procedure sheets they're developing for their manuals. Posted inside the cover, the procedure sheet outlines how to use the information contained in that manual. Self-discipline means to me that I can't permit files to stack up on my desk. Self-discipline to me means that I need to take as much responsibility as anyone else in this group of maintaining the 5S program that we set up. For the group as a whole, we do a pretty good job because we know each other a lot better now. I think we have a new appreciation for each other's roles thanks to the 5S system. We have a new respect for each other, for how we can work stronger if we work as a team. One of the benefits that I feel that I've gained out of this is closeness with the group. Taking out the 5S's, you'd have to work with them, like I said, especially on initial kickoff, and in the hands-on game, you'd have to work with them. And also, the teamwork involved in making this work. We're not finished by any means, and we never will be. I don't think we ever can reach perfection, but
can keep striving to have a good, clean, orderly operation. In both of our examples, the shop and the office, you can see that the five S's are simple, common sense principles. Yet the more these employees practice the five S's, the more ways they find to improve their work environment. The employees themselves control the 5S activities in their work areas, yet their management had to play a supportive role for them to succeed. They found that it requires a strong partnership. And even though their work environments haven't yet achieved world-class status, the success they've experienced with the 5S's convinced them it's well worth the efforts to continue. But once you get involved, I mean, once it starts to change, you get excited. Start making the changes and you'll be amazed how everybody else gets excited around you. I haven't been with the Boeing company that long, but I've seen programs come and go, and this one I think is here to stay. الطبق الثاني اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة ان شاء الله هو الاثكس and accountability. تمام؟ الاثكس دي من المبادئ المهمة جدا اللي بتعاني منها للأسف المنظمات especially الببليك. خلينا نقول ان البرايفت سيكتور بيحكموا دايما المعيار في القياس ومن مؤشرات قياس الأداء هو مقدار البروفيتابيليتي، مقدار الربحية اللي بتحققها البرايفت سيكتور أو بتحققها المؤسسة. موضوع الكومبيتيشن المنافسة الشديدة بيعتبر شكل من أشكال الرقابة ومقدار الربحية، ولأن اللي بيشتغل بيجازى واللي ما بيشتغلش بيتم إقصاؤه أو بيتم استبعاده من المنظومة. خاص الكلام ده بينطبق طبعا على القطاع الخاص، ولكن القطاع العام الأمر فيه مختلف، اللي هو الببليك سيكتور الدنيا مختلفة. اكشولي الرقابة ما هي موضوع كومبيتيشن ما هوش قوي، مفيش منافسة قوية. موضوع تقييم العاملين، اللوائح الموضوعة اللي بتبقى بتخدم العامل فلا يجوز للمؤسسات الاستغناء عن العامل بسهولة، كل دي حاجات بتخلي ان بيسود المؤسسات حالة من التراخي. ويمكن موضوع الاخلاق والالتزام والمسؤولية، لان احنا ما فيش هنا بقى، احنا اتفقنا ان البابليك سيكتور ما بنقيس معدلات النجاح بتاعته بمقدار الربحية، لان هو خدمي وليس ربحي، هو بيقدم سيرفيس خدمات. فقصة ان انا اقيس من خلال رضا المواطن عن الخدمة المقدمة لي، ده this is an issue مش سهل القياسها ومش سهل الحكم عليها. الاثكس والموضوع بتاع الاثكس ده موضوع اتكلموا فيه من قديم الازل، تمام؟ فلو عملنا تريسنج للاوريجينز والنيتشر بتاعت الاونر، ليه اونر؟ يعني ايه اونر؟ اونر هو الشرف. الحقيقه الترم بتاع الاونر مفهوم او مصطلح الشرف ارتبط ارتباط كبير جدا من ايام ارسطو، وطبعا الفلسفة اليونانية القديمة ربطت الاونر الشرف بمفهوم الاسكس. الشخص اللي عنده اونر هو الشخص اللي تقدر تتلمس عنده الاسكس الاخلاقيات. اونر comes before ethics because a person without owner has no moral compass and doesn't know which way to turn to be ethical. الشخص اللي ما عندوش شرف، الشخص ده ما يقدرش نحكم على الاخلاق بتاعته. موضوع الاونر بقى والابروتشز المختلفة اللي ابتدوا يتكلموا فيها علشان يبتدوا يحطوا معايير يمكن قياسها لمفهوم الاسكس وتداول الديبريشن بتاع الاسكال ابروتش، بنقول ان الفلسفة دي concerned with the study of moral principles and action. This philosophy concerned with the study of moral principles and action. We must understand the meaning of morality. لازم نفهم كويس قوي يعني ايه اخلاقيات. فmorality is concerned with those practices and activities that are concerned right, considered right or wrong. الموراليتي الاخلاقيات بتهتم قوي بكل الممارسات والانشطه اللي ممكن نعتبرها صح ام غلط، وبالتالي بيبتدي يظهر لنا كونسبت جديد. تمام؟ لو حابين حضراتكم تعرفوا الشابتر اللي بيتكلم عن الاسكس عندكم في الكتاب،
فهو شابتر 7. الفصل السابع هو الاثكس في البابليك سيرفيس. تمام. طيب لو احنا حابين ان احنا بقى ناخد الكونسبت بتاع وات از رايت اند وات از رونج، رايت فيرسز رونج، الصح في مقابل الخطا، ايه الصح وايه الغلط، ابتدي يظهر لي كونسبت جديد يطلق عليه الايه الفاليوز. الفاليوز يعني الايه القيم. الفاليوز هي زوز براكتسز ريفلكت اند ذا رولز ثرو ويتش ذي ار كاريد اوت. تمام. The morality of the society, a political system or public organization concern what is considered to be right or wrong. لازم تهتم المؤسسات المحلية وبتهتم والمجتمع والمنظمات السياسية بتهتم بإيه هي الحاجات الصح وهي الحاجات الخطأ. تمام. طيب وعشان كده الأثكس بيطلق عليها it's a systematic attempt through the use of reason to make sense of our individual and social moral experience. تمام. فهي محاولات منظمة جدا علشان اقدر استخدم الادراك بتاعي والسنس الكومن سنس اللي هو الحس الادراكي ان انا اعرف احدد ايه هي الانديفيدوال اند سوشيال ايه مورال اكسبيرينسز اللي ممكن امر بيها او ما يسمى بالايه بالبزنس جود ويل. بقى الدايمنشنز بتاعت الاونر. تمام. الاونستي طبعا بتنكريز الاونر، الترو اونر دايما الشرف يبتدي with personal integrity and honesty. تمام. الشرف السليم الصحيح عند الفرد يبتدي دايما بمفاهيم النزاهة والامانة عنده. integrity يعني النزاهة والاونستي هي الامانة. فالاونستي is the essence of honor. مفيش حد عنده شرف من غير ما يكون امين. تمام. Those with integrity live up to their stated principles and their word. الناس اللي عندها الانتجريتي مقدار النزاهة عالية بتعيش دايما بمبادئ ان لازم يلتزم بالكلمة بتاعته. الالتزام بالكلمة والالتزام بالوعود اللي بيطلقها او بيطلقها على نفسه. The core of administrative ethics is integrity of communication. وبالتالي اساس التعاملات والاخلاقيات الاداريه كلها بتكون مبنيه على الانتجريتي اوف كوميونيكيشن او النزاهه في التعامل ما بين الافراد وبعضهم. انتجريتد سترينث اور كاركتر اور كاركتر. تمام. لازم دايما بتؤكد المنظمات على ان الشخص يتمتع بالنزاهه ولازم يكون شخص تراست وورثي. تمام. مفهوم التراست اللي اتكلمنا فيه برضو قبل كده وقلنا ازاي ستيفن كوفي نادى بالتراست وقال لك ان انت كل واحد ازيف ان هو بيفتح بنك اكاونت رصيد حساب عند الشخص اللي بيتعامل معاه وبيسمى الاموشنال بنك اكاونت. يعني ايه الاموشنال بنك اكاونت؟ هو رصيد الحساب الانفعالي. انا بتعامل معاك تمام، رصيدي بيزيد عندك كل ما زادت الجود ديدز، كل ما زادت الافعال الايجابيه. تمام. وكنت بوق ذا توك وبلتزم بكلمتي وبفي بالعهود بتاعتي فانا بيطلق عليا شخص تراست وورثي. حصل مني موقف في التاني في التالت ما قدرتش ان انا اوفي بكلامي، ما التزمتش معاك، حصل مواقف مش لطيفه، حصل شكل من اشكال الصراع الكونفليكت ما بيني وما بينك، ازيف ان انا بدروم بسحب من رصيد الحساب بتاعي، لكن ستيل في رصيد حساب مفتوح لي عندك لان الجود ديدز بتاعتي كانت كتيرة. يفضل الشخص كده يعني يسحب من الرصيد يسحب من الرصيد وزود بوتينج في الكريدت من غير ما يزود في الرصيد لغاية ما يوصل ان الرصيد بتاعه يتصفر ويبقى على زيرو. وانس ان الرصيد يتصفر عند الطرف الاخر يبقى اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان احنا كده بنكسر الحاجز بتاع التراست وبنفقد الثقة في الطرف الايه؟ في الطرف الاخر. تمام؟ administrators with integrity understand that they have a special moral obligation to the people they serve. الناس الاداريين الناس اللي في الجهاز الاداري للدولة عارفين كويس قوي ان هم بيحافظوا على الانتجريتي بتاعتهم once ان هم عرفوا وقدروا يخدموا المواطن بالمورال obligations بالمعايير والالتزامات الاخلاقية اللي مفروض عليهم. Lacking a traditional nobility, republican governments give leadership roles to senior bureaucrats and elected officials. تمام.
طبعا الشخص لو ما عندوش النزاهة وما عندوش الرقابة الذاتية على ذاته والأونرشيب اللي هي الشرف والالتزام والانتجريتي عالية، فتضطر المؤسسات ان هي تولي مين بقى، تولي وتنتخب ناس يقوموا بالأعمال ديت يتسموا بدرجة عالية جدا من البيروقراطية. ليه البيروقراطية اللي احنا خدناها قبل كده مع ماكس ويبر؟ لانها هتفرض عليهم سيستم وتفرض عليهم نظام معين في الايه، في التعامل. طب خلينا نشوف بقى الجانب السايكولوجي للمورال، المورال دوت بيجي منين، ايه هو الجانب السايكولوجي اللي بيتميز بيه المورال. هنقول ان السايكولوجيست بصفة عامة، كل الناس اللي اتكلموا في علوم النفس، في علم النفس المختلف، حددوا لنا 3 levels of moral development. تمام، الشخص بيتنمى الاخلاق عنده او بيتنمى الحس الاخلاقي الذاتي بتاعه من خلال 3 مراحل. ايه هي الثلاث مراحل دولت؟ pre-conventional, conventional and post-conventional stages. تمام، pre-conventional، كلمة conventional يعني مرحلة تقليدية. pre-conventional هو ما قبل المرحلة التقليدية، و post-conventional هي ما بعد المرحلة التقليدية. خلينا نشوف الـ 3 levels دولت ايه هي الكاركترستكس الاساسية بتاعتهم، بيتسموا بايه مع بعض. شيل شوية الورق اللي عامل لنا دوشة ده. في الـ pre-conventional level، المرحلة البدائية خالص، الطفل بيبيجن تو ديفلوب سيرتن ايدياز اباوت وات از رايت اند وات از رونج. يبتدي الطفل ينمي احساسه ناحيه ايه هو الصح وايه هي الصواب والخطا، والايديا ان ترم اوف ذا كونسيكوينسز، الايديا دي بتتكون طبقا لتبعيات الامور او تبعيات الحوادث او الكونسيكوينسز، الاحداث المترتبه على الموقف اللي هو بيمر بيه، على الاكشن ده. على سبيل المثال، الولد لو جه مد ايده على حاجة وامه او ابوه ضربوه، ارتبطت عنده الحاجة ديت بايه؟ بنيجاتيف كونسيكوينسز. تمام، مثلا نيجاتيف كونسيكوينسز مرتبطة برايتنج اون ذا وول، ان انا الولد يكتب على الحيطة. تمام، ويبتدي الطفل يتنمى عنده الشعور بان الشيء ده شيء غلط، فبيأفويد في المرة اللي بعدها البيهيفير بتاع الكتابة على الحيطة، وبالتالي الشايلد بيجنز تو بيهيف ان سيرتن واي تو ريسيف ريورد. تمام، such as ايه بقى؟ ان البيرنتس يعملوا له ريكوجنيشن، يعملوا له بريزنج، يمدحوه، يقولوا عليه شاطر، برافو عليك. تمام، فيبتدي الطفل يتنمى عنده الشعور بان وات از رايت اند وات از رونج اكوردنج للايه، اكوردنج لتبعيات الموقف اللي هو بيمر فيه. من الاخر، نوع البانشمنت، العقاب اللي هو بيتم اعطائه للطفل، هياخد ريورد ولا هياخد عقاب، هياخد مكافاه ولا عقاب. مكافاه يبقى بيتولد عنده الاحساس بان ده سلوك ايجابي، التصرف ده ايجابي، يعني ده this is right. هياخد عليه عقاب يبقى ده this is what is wrong. اوكي، تمام. يبقى what is right and what is wrong، this is what the child distinguish in the early stages of her life، وبنطلق عليها ال pre-conventional level. طيب ال conventional level بقى، ال conventional level اللي هي المرحلة التقليدية اللي ال people behave morally in terms of conformity to various standards or conventions of the family, group or nation. يبتدي الشخص يتصرف بسلوك اخلاقي، السلوك الاخلاقي اللي بيتماشى مع المجتمع، يتماشى مع البيئة، يتماشى مع العيلة، مع العادات، مع التقاليد. تمام، وفي المرحلة ديت بيقولك ان الشخص بيمر بتو ليفلز تانيين، تو ستيجز تانيين. فترة اللي هي ما بيسمى بالجود بوي نايس جيرل، يعني ايه؟ انا عايز الناس يمتدحوني، يشكروا فيا، دايما ابقى اسوشيتد ويز ذا رايت بيهافير وذا جود بيهافير. تمام، دايما الناس تقول عليا ان انا حد مظبوط وان انا حد كويس وان انا حد صح. تمام، عايز دايما اميت الاكسبكتيشنز بتاع الطرف الاخر. تمام، فدي بيسموها الجود بوي نايس جيرل،
جود بوي نايس جاي دي المرحله اللي بيمر فيها الشخص ان هو عايز دايما يتم ايه امتداح التصرف امتداح التصرفات بتاعته. عفوا. المرحله الثانيه هي مرحله اللو ان اوردر، تمام؟ We develop an orientation towards authority and the social order. ايه هي بقى السلطه اللي موجوده عندنا في المجتمع بتفرض علينا ايه، تمام؟ We recognize that certain behaviors are wrong such as ايه بقى زي lying، زي ان انا اكذب، اعمل cheating، اعمل stealing، يسرق. ولكن لو سالته ليه التصرفات دي غلط، الإجابة الوحيدة للشخص هيقولك لأن كل واحد عارف إن الحاجات دي غلط، كل واحد عارف إن الحاجات دي غلط، تمام؟ كل واحد عارف إن الحاجات دي غلط، يبقى دي إيه؟ إن أنا بحكم على الغلط والصح according to law و according to society اللي موجود حواليا. في مجموعة بقى هي المجموعة اللي بيقولوا عليها الإليت اللي بتصل لمرحلة ما يسمى بالبوست كونفنشن ليفل. البوست كونفنشن ليفل ديت ستيج أو المرحلة الغير تقليدية، ودي دايما المرحله اللي بترتبط بالبيز او بالقاعده اليوتيليريان اللي هي النفعيه، ايه اللي بيعود عليا بالنفع، تمام؟ فانا اذا انديفيدوال بي ريكوجنايز رايتس اوف اذر انديفيدوال، ببتدي اشوف الحقوق بتاعه الطرف الاخر واشوف ايه الفاليوز وايه البليفز بتاعتي، تمام؟ وازاي السوسايتي بيسبورت الرايتس بتاعت الطرف الاخر دي. طبعا دي مرحله بتبقى عاليه جدا لان انا باكت فيها اكوردنج لماي اون ايه، لماي اون فاليوز اند ماي اون بليف. دي مرحله تكون فيها خلاص الفكر وتكون فيها المبادئ والاخلاقيات بتاعه الفرد، تمام؟ الانتجريتي والنزاهه ده مفهوم الناس كلها بتبقى عايزه تعمل كده، تتصرف بشكل مورال، في اخلاقيات، بشكل فيه انتجريتي. Knowing the proper and correct course of action is not enough. مش كافي ان انت تعرف ايه هو السلوك الصح. You must act in a way that is consistent with what you consider to be right. لازم تتصرف according للحاجات اللي انت مقتنع من ذاتك ان هي فعلا حاجات ايجابيه، تمام؟ الفضيله الفيرتشو، الاثكس اوف فيرتشو، الفضيله ازاي تو ديفلوب ذا سكيلز، تنمي السكيلز المطلوبه لحل المشاكل بشكل اخلاقي، تمام؟ ارسطو اتكلم عن الفضيله in the same way we develop other skills. قال لك دي الفيرتشو، دي الفضيله دي بتنمى زي ما انت بتنمي اي سوفت سكيلز عندك، تمام؟ الفيرتشو should be practiced. الفيرتشو الفضيلة لازم تمارسها. The more you practice virtue the more you get more ethical. كل ما نميت الفضيلة، كل ما عملتها practicing، كل ما أصبحت أكثر أخلاقيا. الفيرتشوز اللي هي زي إيه؟ زي الأونستي، زي الأمانة، زي الشجاعة، زي trustworthiness، الثقة اللي احنا كنا بنتكلم فيها، زي مبادئ العدل ومبادئ الاستقلالية، زي مبدأ حب الخير وحب العدالة. دي كلها فيرتشوز بتنمى جوه الايه، جوه الشخص. لازم تفهم ان الفيرتشوز زي حب الخير او حب العدالة بتشتغل بشكل كبير قوي في المؤسسات العامة. اساس المؤسسات العامة قائم على الايه، على الفيرتشو، على الفضائل، الفيرتشوز المختلفة. فبنقول ان يعني ايه، قالك مثلا الديوتي بيزد ابروتش، في ابروتش بيتكلم في تنمية الفضيلة مبني على الواجب، الديوتي، الديوتي اللي هو الواجب اللي مفترض ان انت تقوم بيه علشان تتسم بالفضيلة. يعني ايه الواجب؟ ماشي، ان انت مثلا تغلب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، to put the public interest over the personal interest. دي من الديوتي بيزد ابروتش للفضيلة، تمام؟ ان انت to display a service orientation and a commitment to serve، تحب تقديم الخدمة، يبقى انت حد شخص service oriented، انت بطبيعتك بتحب تقدم خدمات للآخر. have a commitment to procedures fairness، بتحب تلتزم بالعدالة.
بتكسرسايز بتمارس باستمرار الريسبونسبيليتي، الشعور بالمسؤولية عندك عالي جدا، ملتزم بالقانون، بتسبورت الديموقراتيك بروسس، بتدعم العملية الديمقراطية، ريسبونسيف جدا، مستجيب جدا لأي بوليسي، لأي لوائح بتتغير، لأي بوليتيكال ايشوز. تمام، ده ما يسمى بالديوتي اي بيست ابروتش. يبقى الشخص اللي هي الاسكس عنده ليها مرجعية مبنية على الواجب هيكون دايما بيتسم بالسمات دي. طيب الفيرتشو بيست ابروتش بقى بيقولك it reflects the values and norms accepted in society، بتعكس دايما ايه هي العادات والقيم اللي مقبولة من المجتمع. دي مشكلة ليه بقى؟ لان هي بتحط الادمنستريتور الشخص الاداري بتحطه دايما في دايلما كده. هنشوف الدايلما دي مع بعض. طبعا هنا احنا بنتكلم عن الكوربشن في الجوفرمنت. انا بختصر لكم الكلام اللي احنا بنقوله في السلايدز دي. احدى انواع الكوربشن طبعا البريبري، الرشوة، فكرة الكذب، ان البيج لاي، ودي كذبة بيضة ودي كذبة سودة، والمبادئ دي نفسها مقبولة ولا لا. تمام، بيقول لك بقى ان اللي احنا الشخص قلنا اللي بيشتغل في البابليك سيكتور ده بيطلق عليه ايه؟ بيطلق عليه ادمنستريتور. فالادمنستريتور يقع دايما في الدايلما بتاعت يا ترى one person، هل مثلا what is good for me is not good for others. تمام، فالحاجة اللي لصالحي انا، الحاجة اللي ممكن انا اعملها تفيدني مش هتفيد الاخر، مش هتفيد الصالح العام. تمام، ففي مبدأ بقى تاني اللي هو الابروتش تاني اللي هو البرنسبل بيست ابروتش. يقول لي ايه؟ some principles are contradictory، بعض المبادئ تتعارض مع بعضها البعض. ماشي، هل البرنسبل اوف دوينج نو هارم ولا البرنسبل اوف اونستي؟ بمعنى اروح ابقى امين وما اكدبش خالص واقول حاجة، افشي سر يضر بزميلي او يضر بصاحبي او يضر بحد صديق ليا في العمل. تمام، ولا ما اسيقش ليه؟ فالمبدأ بتاع انه مبدأ هترجحه اكتر، المبدأ بتاع doing no harm، ما قومش بالاخطاء، ولا principle of honesty، مبدأ الامانة والنزاهة. which principle، doing no harm ولا principle of honesty؟ تمام، طيب الجزئية دي جميلة جدا، لان على فكرة يا جماعة الموضوع مش بالسهولة دي، هو it depends على ال values وال principles بتاعتك واولوياتها. ولما الشخص بيقع ما بين اختيارات تتعارض مع two values، على فكرة ممكن اكون عندي two values والاتنين صح، وقع في موقف which is اصح، مين فيهم المور رايت؟ ها، فعشان كده بنقول ان انت وانس ان انت بتتكلم في الاسكس، فانت احيانا بيكون عندك رايت فيرسز رونج، الصح في مقابل الخطأ، وفي عندك احيان تانية بيكون رايت فيرسز رايت، بيكون الاختيارين الاتنين صح، تختار ايهما الاصوب، ايهما الاقرب اليك. ده بقى في الحالة دي يدخل في الاختيار هنا بقى الايه، البرينسيبلز والفاليز بتاعتك، المبادئ الشخصية اللي انت بتتعرض لها. عايز اقول لكم ان في المؤسسات موضوع الاسكس ده بيلعب دور كبير جدا. انا هوريكم very short movie. تمام، عن القصة بتاعت الاسكس، وان انت ازاي ان انت ممكن تبقى مش عارف تختار ازاي، يعني تختار انه حاجة فيهم، تختار what is right، تختار الصالح العام، ولا تختار زميلك بسبب ايه؟ بسبب اني انا مش عايز اؤذي الطرف الاخر. هتعلي من انه قيمة اكتر، قيمة الزمالة والصداقة، ولا هتعلي من قيمة الامانة والواجب المقدس والعمل؟ خلينا نشوف ده very interesting، very very interesting الحقيقة. صغير جدا بيتكلم عن المبدأ ده، هو الفيلم سبتايتلد ان انجلش، وهتفهم منه المعنى اللي احنا بنقصده، وهنكمل مع بعض بعد كده الموضوع بتاع الاسكس.
the shows. What's the big day? Next June. Alex, you're the lucky one. Where are you going for a honeymoon? I'm not too fast. I'll let my wife choose this time. What do you think is better, Greece or France? They're both typical spots. There's still time to decide. I invited you to lunch today because I want you to be my bridesmaid. Me again? Out of the four beauties of our school, you two are the only ones in Hong Kong. That means you can't repeat. We're sisters. How can I say no? It's a deal. I promise to toss my wedding bouquet to you, okay? Okay. Alex, why do you always look so tired? You're like that at the office, but even now? That's what happened when you worked two jobs. Kate. Two jobs? No, don't listen to her. To talk. Let's go to the conference room. Okay. I beg you, please don't report me to the company. My prices are quite fair. The company loses nothing by buying from me. Why not let a friend profit instead of outsiders? But what you did was wrong. Do you think I have a choice? You know I'm getting married soon, and it's a huge cost. Even if you don't value our friendship, but think of Kay. She's your best friend. If something happens to me, who's gonna take care of her? Pretend I know nothing. Just turn a blind eye as long as I didn't accept any advantages. I never imagined the company audit would expose everything. Alex was arrested by the ICAC and they suspected me of conspiring with Alex. I was now suspended during the investigation. I regret not picking up your clue about separating business from the personal. I understand your dilemma, but as soon as a corrupt act was found, it should be reported to management or the ICAC immediately. Don't turn a blind eye for the sake of friendship. Alex's side.
FBI business might have offered good products at fair prices and your company suffered no losses by purchasing from him, but there was actually a conflict of interest. Not to mention the fact that he deceived his employer with fabricated quotes. He certainly violated the prevention of bribery ordinance. بالضبط، هو فعلا already violated النورمز بتاعت الorganization. هو already against the code of conduct بتاع الorganization. هو اخترق وكذب وعمل quotations مزورة، وبالتالي انت في المرحلة ديت انت بتفضل ايه؟ انت بتجوز فور ايه؟ هل انت هتبقى مع الصداقة والزمالة وهي دي اللي هتعلي من قيمتها، ولا هتلتزم بقيمة البيزنس والفاليز بتاعت البيزنس؟ وزي ما احنا شفنا هي اتضرت برغم من هي ما كانتش مستفيدة. هي بتقولك انا ما استفدتش حاجة، انا تم الاشتباه فيا وبيتم التحقيق معايا برغم ان انا مش المسؤولة وبرغم ان انا ماليش يد في الموضوع. فالمبدأ بتاع البرنسبلز، المبادئ بتاعت البرنسبلز، وساعتها انت احيانا المبادئ زي ما قلنا بتكون متناقضة. which principle doing no harm to him، ان انت ما تؤذيهوش، ولا البرنسبل بتاع الاونستي ومبادئ العمل هي اللي هنعليها. تمام. طيب عندنا برضو الgreatness of good، بيقول لنا الethical outcome produces، الethical outcome بينتج لنا the greatest good for the greatest number. تمام، ان انا اؤدي اكبر صالح عام للناس، اؤدي لهم اعلى خدمات ممكنة. ده بيبقى شكله جميل او لطيف و it seems to be right but it is difficult to implement، صعب جدا ان انت تطبقه. what if the greatest good for the greatest number harms the minority؟ لو انت هتخدم مجموعة كبيرة جدا وهتعمل الاصح والافضل لاكبر عدد ممكن، طب what about the minority بقى؟ ماذا عن الاقلية، المجموعة الصغيرة؟ هتعمل ايه؟ ولا هتتعامل معاهم بشكل unethical وهتهملهم تماما؟ تمام. البابليك ادمنستريتور دايما دايما لازم ان هو يبوت الديوتي ان ذا سنتر، يحط الواجب او الواجب المقدس زي ما بنقول هو في بؤرة الايه، في بؤرة الاهتمام بتاعته، ماشي. ويحط بعد كده في اعتباره، تمام، المبادئ بتاعت الفيرتيو والبرنسبلز والكونسيكوينسز. فاحنا عندنا في تريانجل كده، في مثلث، وانس ان انا بتكلم عن الاثكس، تمام، المثلث دوت يحتوي في المنتصف بتاعه على مبدا الديوتي، مبدا الواجب، قمة الهرم دوت يمثله الفيرتيو، الفيرتيو اللي هي الفضيلة، تمام، ثم طرفي الهرم او الايدجز التانية في الهرم ده، واحد بيمثله البرنسبلز، هو البرنسبل اللي هو مقصود بايه، نو هارم فور اني ون، انا مش عايز اذي اي حد. والمبدا التاني هو مبدا الكونسيكوينسز اللي هي التبعيات اللي ممكن تحصل نتيجه الايه، المبادئ اللي انا طبقتها او مبدا الواجب اللي انا بطبقه اللي هو ذا جريتست جود فور جريتست نمبر، اللي هو بيسموه اليوتيرنيان ابروتش او المبدا الايه، النفعي. طيب this is the ethical triangle اللي هو لو جه ذكرهم لك في امتحان او في الكتاب فهو ده الethical triangle. remind you to look also at your duty، افتكر دايما ان انت تبص على الواجبات بتاعتك. تمام. طيب الdirty hands dilemma ديت كتير مننا ممكن يكون سمع عن الماكيافيلي والمبادئ الماكيافيلية اللي هي معناها ايه. ماكيافيلي دوت اللي هو ends justify all needs or means، ends justify all means، الغاية تبرر الوسيلة، هو ده المبدأ بتاع الماكيافيلي. ماكيافيلي didn't see it as a dilemma at all، بقى عمر الماكيافيلية والناس اللي بيتبنوا مبادئ الماكيافيلية ما شايفين ان فيها مشكلة خالص. professional responsibilities supersede moral judgments in all situations، فالمسؤوليات الاحترافية بتاعت العمل هي دايما اللي بتغلب على الايه،
على المورال جادجمنتس. ما هي فعل الغاية تبرر الوسيلة. في سبيل الوصول الى غايتي انسى بقى شوية values كده في النص. Others would argue that public officials must held accountable for their unethical acts even those acts were done in the name of the common good and performed by someone claiming to be a professional or a mere functionary. نفس الكلام اللي احنا قلناه تمام. انت في سبيل تحقيق المصلحة العامة اهملت عدد او اهملت افراد تمام. في سبيلك لده انت طبقت مبدأ الماكيافيلي. Most common form of this dilemma is lying مثلا اللي هو الكذب تمام. الاكزاجريشنز المبالغة ماشي. الدوبليكيشن الديسبشنز وغيره من الديرتي زي ما بنقول. ايه مش ديرتي؟ هو طبعا ديرتي بالنسبة للمبادئ الفلسفية اللي هي عايزاك تبقى عايش في اليوتوبيا وان انت ما تخطئش وان انت تلتزم بالمعايير كلها وحتى في الكومبيتيشن في المنافسة ما يسمحلكش في المنافسة ان انت تكذب على الستيك هولدرز بتاعتك. دي دايلما فعلا دايلما مشكلة. مبدأ مهم جدا متعرض له الكتاب هو الويستر بلوينج او الويستر بلاورز. الويستر بلاورز دولت مين هما؟ هما الناس اللي بيكون موجودين في البابليك سيكتور بيتراي تو اكسبوز ان هما يعرضوا ويكشفوا اني كوربت اي فساد اي كوربشن ممكن يحصل اي حاجة الليجل ممكن تكون في المؤسسة اي هارمفل اكتيفيتي اي سلوك مؤذي للمعاملين مؤذي للمجتمع اي سرقات ممكن بتحصل. هم دولة الويستر بلاورز. الويستر بلاورز دولة هم individuals believes that the public interest is more important than the interest of his or her organization. يعني الصالح العام اهم بكتير قوي من صالح المؤسسة وبالتالي اي مشكلة ممكن تحصل تسيء للعام او تسيء للمواطن ممكن ان هو بيكسبوز الحاجات دي تمام بيفضحها بينشرها. هم دولة الويستر بلاورز. طبعا الويستر بلاورز او الويستر بلوينج دي احدى الكونسبتس المهمة جدا اللي تعتبر مشاكل هي احدى البروبلمز. فone of the ethical problems for the individual ايه بقى هي المشاكل الاخلاقية اللي ممكن يتعرض لها الفرد. مشكلة الويستر بلاورز ديت احدى المشاكل. ليه الويستر بلاورز تعتبر من المشاكل؟ لان الناس دي بيتم مهاجمتهم بشكل كبير جدا تمام. وابتدوا يزيدوا في الفترة الاخيرة. الامبلويز اللي بيديسايد تو بلو ذا ويسل. يعني ايه بلو ذا ويسل؟ يعني يفضحوا المستور زي ما بيقولوا. موف ثرو سيفرال ستيجز. بيمروا بمراحل كتير مختلفة. الاول هما بيكونوا اوير اوف ذا اورجانيزيشنال براكتس ذات از ان ايثيكال. اولا بيبقى عندهم معرفة بان المؤسسة بتاعتهم بتنتهج سلوك ان ايثيكال تمام. يبقى دي اول ايه اول مرحلة. They become aware of an organizational practice that is unethical او بيبقى خطر للمجتمع. دي اول مرحلة. المرحلة التانية they begin expressing their concern to their immediate supervisor. بيبتدي يعرض للمشرف المباشر او المدير المباشر بتاعته مخاوفه تمام او الناس اللي اكبر منه في الهيراركي تمام. بيحصل له نوع من انواع الساتسفاكشن that anyone in the organization will take appropriate action. They take the issue outside either through leaks to the press or to the external public interest group. يا اما بيفضح الموضوع دوت للصحافة يا اما بيبتدوا ينقلوا ل entities او اجهزة رقابية مختلفة بره. للأسف الويستر بلاورز دولت في الجوفرمنت وفي الاندستري
have been subjected to abuse. دايما بيتم هجومهم والتعرض إليهم. وعشان كده ظهرت actions بعد كده بتحاول الحماية الناس الويستر بلاورز دي. فهنلاقي how to protect the whistle blowers، هنلاقي Civil Service Reform Act سنة 78 والFreedom of Information Act قانون الحرية المعلومات والإصلاح عن المعلومات سنة 66 والMerit System Protection Board وال 34 State والفيدرال لوز. كل دي طبعا حاجات خاصة بالكتاب بتاعكم، فهي حاجات كلها related للستيتس الأمريكا. والويستر بلاور بروتكشن اكت سنة 89 والفورث كليمز اكت سنة 86. طيب يبقى دي احد المشاكل اللي ممكن تقابل الافراد وتكون مشاكل اخلاقية. طيب ايه تاني؟ الانتراكتنج ويز الكتد اوفيشلز، التعامل مع الموظفين اللي بيتم انتخابهم. طبعا التعامل معهم زي مين؟ زي المايورز، لو في عمدة، لو في محافظ، هما دولت الناس اللي بيسموهم officials، موظف رسمي. الجوفرنورز دوت المحافظ هو ما هو الا موظف رسمي يتم ايه تعيينه او يتم انتخابه، تمام؟ فطبعا بتبقى في شكل من اشكال التعامل معاه. فهل انت بتتعامل معاه بشكل رسمي official right or ايه or wrong؟ طبعا اني ادمنستريتور، كل موظف اداري في الجهاز الاداري should be accountable to the legislative body، لازم بيكون مسؤول من الجهاز الاداري القانوني اللي هو ملتزم قدامه، وبالتالي بيرسبوند بيستجيب استجابة كاملة لأي قرارات بتجيله من الايه، من الجهاز الإداري بتاعه او من خاضع للقضاء الإداري بتاعه، تمام؟ فدي مشكلة تانية، following the orders، اتباع الأوامر. انت مفروض بتتبع الأوامر بشكل كبير جدا. في بعض الأحيان بيبقى الموضوع ده is very difficult. لو انت جالك قرار من الإدارة عندك العليا، ماشي، الإدارة دي تتعارض مع values بتاعتك، لو طلب منك اخفاء تقرير، التقرير ده بيخفي حاجات او بيخفي مقدار مثلا المشاكل اللي ممكن يتعرض لها الشعب في 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 طعام معين، انت هتعمل ايه؟ تمام. طيب البيروقراطيك بقى organizations، المنظمات البيروقراطيه are attractive because they enable the people to accomplish large scale tasks they shouldn't or they would not be able to undertake. المنظمات البيروقراطية ديت بتخلي الناس اللي شغالين معاها ينجزوا مهام وتاسكات كبيرة جدا على مستوى كبير جدا، تمام؟ مش من السهل ان اي حد ينجزها. فكرة طاعة الاوامر ديت بتكون في المنظمات البيروقراطية بتكون منتشرة جدا، لان انت already systemized ان انت لازم ايه تطيع الاوامر. الكود اوف ايثكس والكود اوف كوندكت دي من المفاهيم المهمه جدا، مبادئ ان انت يكون عندك ميثاق اخلاقي وميثاق شرفي تتبعه جوه المؤسسه. الكود اوف كوندكت دوت شكل التعامل ما بيننا وما بين بعض، احنا كعاملين وبعض، فهو ميثاق تعامل ما بين الافراد. انما الكود اوف ايثكس هو ميثاق الاخلاق الشرفي اللي بيحكم المؤسسات. الاتش ار مانجر في شركة اي تي ان تي لما تقلدت المنصب ده بتاعها في الشركة، لمت الموظفين في اجتماع وطلبت منهم ان كل واحد فيهم يكتب ايه هي الحاجات اللي بتعجبه الدوز، ويكتب الدونس الحاجات اللي ما بيحبهاش من زمايله. يعني ايه هو السلوك اللي بيستحب من زمايله؟ فهو ده الدوز بالنسبة له، والسلوك الغير مستحب هو ده الدونس، ويتم جمع ويتم ارسالهم على الميل ليها. كل الموظفين كتبوا لها ايه هو الدوز بتاعتهم، الحاجات اللي بيفضلوها، وايه هي الدونس، الحاجات اللي بيستاءوا منها. عملت ايه الاتش ار مانجر؟ جمعت كل الدوز وكل الدونس مع بعض وعملت لهم نوع من انواع الفلتريشن، وجات بعد كده عرضتهم على الموظفين وقالت لهم ده الكود اوف كوندكت بتاعكم، ده الكود اوف كوندكت اللي انتوا كتبتوه بنفسكم، انا كتبت لكم الحاجات اللي انتوا كلكم اتفقتوا على ان هي بالنسبه لكم سلوك مستحب او سلوك مرفوض، تمام؟
وده كان شكل ميثاق التعامل ما بين العاملين وبعضهم جوه مؤسسة AT&T، وطبعا هي من المؤسسات الشهيرة جدا في مجال الاتصالات في أمريكا. الكود اوف اثكس ميثاق الأخلاقي اللي هو متبع على مستوى المؤسسة. المؤسسة ديت ليها فاليوز معينة هي بتعمل لها سبورتنج، زي ايه؟ زي قيمة الايه؟ قيمة العدالة، قيمة الفيرنس، قيمة المساواة، الايكويتي، قيمة الفيرنس قلنا، الايكويتي، قيمة الترانسبيرنسي، الشفافية، كل دي قيم او فاليوز بتعمل لها سبورتنج المؤسسة. طبعا الكونفليكت اوف انترست ده برضو مفهوم مهم في عند التعرض للأزكس. conflict of interest هو صراع المصالح. صراع المصالح هو نفس الحالة اللي احنا شفناها في الشورت موفي الصغير اللي فات، هو ان ازاي انا بقى بشتغل في مؤسسة وادين مفروض بالولاء ليها واقوم بالعمل لمؤسسة اخرى. طب ده في شيء من صراع المصالح، خاصة لو انا المؤسسة التانية ديت هي الفيندر او السبلاير اللي بيمول المؤسسة بتاعتي. تمام؟ فالكونفليكت اوف انترست صراع المصالح، وانس ان ابتدى يبقى فيه صراع مصالح بتبتدي الجزئيه بقى بتاعه الاسكس بتظهر، ان انت هتفاليو ايه؟ هتفاليو المصلحه الشخصيه ولا هتفاليو المصلحه الايه العامه. طيب مانجنج الاسكس، التحكم في الاخلاقيات. تمام؟ ده جنرال اتيتيود، يعني توجه جماعي. ازاي ان انت to apply techniques for integrating الاسكس into الاجنسي operation، ازاي ان انت تابلاي مفاهيم او behavior معين عشان تريز من مفهوم الاسكس. لازم تعمل training مستمر وتجيب consultant لريزنج الفكر بتاع الانتجريتي والاونر عند العاملين. لازم تدي brief common ethical problems on the job for new hires، يعني اي حد بيشتغل جديد بيدخل في الوظيفة جديد لازم تعرفه ايه هي المواقف اللي فيها نوع من انواع المشاكل الاخلاقية اللي ممكن تتعرض لها. عميل بيديك رشوة، مشكلة بتقابلك فيها ethical behavior، ريبورت يتعارض مع الصالح مصلحة بعض العاملين لان انت مثلا بتضطر ان انت تاكسبوز مشاكلهم وادائهم البرفورمانس بتاعهم جوه المؤسسة. فلازم ان انت تكون واضح وصريح جدا مع النيو هايرز، الناس اللي بتعينوا جديد في المؤسسة، ايه هي الايثيكال بروبلمز اللي ممكن يتعرضوا لها. طيب لازم سبريت، دايما تعمل فصل ما بين الانفستيجيتنج يونت، اليونتس او الوحدات اللي بتقوم بتحري الشكاوي، وما بين الوحدات اليونتس او الديبارتمنتس اللي بترفع الكومبلينز او بترفع المشاكل. تمام؟ لازم تريكواير دايما باستمرار، تطالب بالكوميتمنت، تطالب بالالتزام باللوائح والقوانين. لازم تكونسيدر الايثيكال فاليوز في الريكروتمنت اثناء التعيين. يفضل دايما وانت بتعين الناس اللي شغالين معاك ان انت تختارهم بناء على ethical base، بناء على قواعد اخلاقية معينة، بناء على values معينة. شركة جاست بورد، شركة جاست بورد دي شركة كاندي، شركة حلويات موجودة في امريكا. جاست بورن معروفة بان هي من اكبر الشركات اللي بيتم تدريس المانجمنت ستايل بتاعها في امريكا، لان ليهم مانجمنت ستايل مختلف. تمام؟ كنا في تجربة شخصية في زيارة ليها، فالمديرة مديرة في جاست بورن كانت بتحكي تجربة شخصية ليها عن ان عندهم كان فاكنسي في وظيفة فاضية في الشركة، والفاكنسي دي كان مرشح ليها عدد من الكانديديتس، وتم تقليل الكانديديتس في مرحله السلكشن والفلتريشن لغايه ما رسي الاختيار في الاخير على ان في 2 مرشحتين
تو ليديز مرشحتين للفاكنسي ده، والاثنين بكواليفيكيشنز عاليه جدا تمام، ولكن في واحده تفوق زميلتها في حجم الخبرات وحجم السيرتيفيكتس اللي هي ايه حاصله عليها. بتقول احنا كنا في اخر مرحله من مراحل الفلتريشن بعمل لها الانترفيو. بتقول طبعا في كاميرا، في كاميرات في الريسبشن، فانا استوقفني مشهد ان البنت اللي هي with high qualifications معاها مؤهلات وخبرات كبيره جدا، البنت دي كانت داخله للفاينل انترفيو، خبط فيها الاوفيس بوي بالصدفه، الحاجات اللي في ايديها وقعت منها. لما الحاجات اللي في ايديها وقعت منها كان رد فعلها عنيف جدا، وكانت very aggressive and tough with the office boy. اذا عقدت تاخد بالك، ازاي الحاجة تقع مني، ازاي تعمل كده، انا داخلة الانترفيو، انت اليونيفورم بتاعي اتبهدل، بلا 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 بلا، قعدت تتكلم كتير معايا بشكل غير لائق. دخلت البنت الانترفيو هايلة، عندها experience، عندها خبرات، واخدة trainings في areas مختلفة، very well qualified. بس الموقف ده الانترفيوير الشخص اللي بيعمل معاه الانترفيو ما كان استوقفه الموقف اللي حصل مع الاوفيس بوي. الكانديديت الثانيه اللي هي اقل منها في الخبره جابتها في اليوم التالي، بس نادت الاوفيس بوي وطلبت منه ان يقوم بتوقيع الحاجات اللي مع البنت عن عمد، علشان هي كانت عايزه تتفرج على الرياكشن بتاعها. الرياكشن طبعا بتاع المرشحه الثانيه كان رياكشن فيري ويل بيهيفد، بنت على سلوك عالي جدا، البنت خبطت على الاوفيس بوي يعني خبطت على كتفه بالنيتس، اوكي مفيش حاجه حصلت ومفيش مشكله، وتصرفت باسلوب هادي وكانت فيري كام وفيري ايموشنالي انتليجنت تمام. لما جوهم يختاروا اختاروا الكانديديت الثانيه، ولما سألوها ليه اخترتي الكانديديت التانية بالرغم من ينقصها الكثير من الخبرات، قالت جوست بورن بتحافظ على كلتشر ثقافة تنظيمية جوه المؤسسة مختلفة. جوست بورن يهمها في المقام الأول ان يكون العاملين اللي شغالين عندها على درجة من الفاليوز، من القيم عالية. من السهل ان احنا ندي الناس تدريب، من السهل ان احنا نديها سيرتيفيكت، من السهل ان نروح ندربها ونروح نعلمها، لكن من الصعب ان احنا نغير في الاتيتيود والبيهيفير بتاعها. وجست بورن يهمها في المقام الاول الناس اللي تشتغل معاها يكونوا very harmonized مع بعض، ويكونوا with the same level of values، تربطهم قيم واحدة. عشان كده بنقول ان انت you have to consider the values in the character during the recruitment، اثناء عملية التعيين والاختيار لازم تاخد بالك من الethical values بتاع العاملين اللي شغالين عندك. حاجة تانية برضو بنقول ان انت you have to be a role model، لازم المدير يبقى role model، يبقى قدوة للناس العاملين عنده. لازم to train the middle managers to recognize and command subordinate statements about ethical concern. لازم to train، دايما تدرب middle managers ان هما يعرفوا subordinates بتاعهم ايه هي الethical issues اللي لازم يعرفوها. To review management practices and administrative routine at every level and in every type of unit in the organization. ها؟ ايه هي البراكتسز بتاعت الليدرشيب وايه هي البراكتسز بتاعت المانجمنت ولازم نرجع لها. والايشو بتاع البراكتسز ده ايشو جميل قوي. في اتنين من الباحثين في مجال القياده اتكلموا عنه، هما جيم كوزز اند باري بوزنر. باري بوزنر وجيم كوزس الاثنين ألفوا كتب ليهم عن الليدرشيب، ومن خلال دراستهم على مدار 20 سنة على المؤسسات والشركات الكبيرة توصلوا إلى إن القيادة ملهاش علاقة لا بالمنصب ولا بالمركز ولا بالألقاب. It's a continuous operation ماشي، ودي في المقام الأول It's a behavior and attitude of the person، دي توجه خاص من الشخص، دي according to the values and ethics بتاعة الشخص. وبالتالي حطوا 5 effective practices of leadership، قال لك الخمس ممارسات الاكثر تاثيرا للقائد. ايه هما بقى الخمس ممارسات دي؟ واحد، to model the way، ان يكون role model.
مبدأ الايه ان يكون قدوة، قدوة يعترف به، قدوة يحتذى بيها. المبدأ الثاني ان هو to inspire a shared vision، ازاي يكون القائد او المدير ملهم، ملهم وعنده فيجن وعنده رؤية، عنده حلم يقدر يوصله للناس اللي موجودين عنده في الايه في الشركة او في المؤسسة. To challenge the process، يعني ايه challenge the process او challenge the status quo، بيتقال عليه challenge the status quo. challenge the process هو ان انت تتحدى كل المعايير والنظم الموضوعة اللي هي تخلق لك نوع من انواع الروتين في العمل. انت مش عايز تكون ليدر روتيني، انت مش عايز تكون اوتوكراتيك، انت عايز دايما تكون شخصية فعالة، شخصية برواكتف مش شخصية رياكتف. فزي ان انت تتحدى البروسيس اللي موجود، تتحدى العوائق، تتحدى الستاتس كو الوضع الحالي، تتحدى النظم والقوانين الموضوعة. ده البراكتس الخامس. البراكتس الثالث سوري البراكتس الخامس هو enable others to act، ان انت تدي الاخر حرية الحركة، حرية ان انت تمكنه من ان يقول ويعبر عن رأيه، جزء منها empowerment، جزء منها ان انت motivate people. البراكتس الخامس هو ان انت to encourage the heart، تشجع وتبث الحماسة للأفراد وللناس ان هم يشتغلوا بمور encouraging ويبقوا اكثر motivation، اكثر حماسة في اداء الاعمال بتاعتهم. الحقيقة الفايف براكتسز اوف ليدرشيب ديت بما تحتوي من embedded ethics و embedded values جواها، وبرضو في موفي لطيف كده هنشوفه مع بعض دلوقتي بيستعرض لنا بالتفصيل الفايف براكتسز ديت وازاي ان انت تابلاي، وهنشوف تطبيقها ازاي في مؤسسات كبيرة. Leadership is about position. So if you're a CEO, you're automatically a leader. Well, leadership has nothing to do with position. It has nothing to do with titles. It's not a place in the organization. It's a process and it's an attitude. And it applies to people from all walks of life. Jim Kunzes and Barry Posner wrote the book on leadership. For over 20 years, they've studied thousands of successful leaders and organizations on six continents. Their extensive research into how ordinary people get extraordinary things done has challenged my widely held myths about what leadership is and how it works. It didn't make a difference whether they were old or young, thick or thin, or blue or green. There's not any difference between men and women. There's not any differences by age group. It doesn't make a difference what kind of organization you're in, what place you're in that organization. There is a leader within us. There are opportunities to lead. It's really about ordinary people getting extraordinary things done. In this program, you'll see true life stories of ordinary people who stepped up, who accepted the challenge of leading others in a time of uncertainty. That's the job of leaders, to say somehow this could be better than it is today. You'll learn how to use five simple strategies to achieve your own goals and those of your organization and succeed beyond all expectations. As a consequence of gathering all this data and analyzing all this information, what we found was there were five practices of exemplary leadership. Model the way, inspire a shared vision, challenge the process, enable others to act, and encourage the heart. Modeling the way is the first of the five practices, because leaders must be able to exemplify the behaviors they want from their followers. Is Vice President of Leasing at Farm Credit Services of America, a leading financial services provider in Omaha, Nebraska. As a new supervisor, Troy knows the importance of conducting regular performance appraisals. Unfortunately, his team members hold some negative attitudes towards such appraisals. The performance evaluation had this big negative tone to it, and it just didn't feel like a real positive experience in most cases. To overcome their reluctance, Troy decides to model the way. To begin, he employs the first commitment of model the way,
find your voice by clarifying your personal leadership values. One of Troy's personally held values is to walk his talk, to not ask anyone to do something he wouldn't be willing to do himself. So to kick off the initial round of performance appraisals, Troy decides to do something that had never been done at FCS. We're going to do a little different. Instead of me giving the evaluations, you're going to give one on me. Troy will model his value of walking his talk and let the team evaluate his performance first. In the 6 years that I've been working, this was the first time I've ever had an opportunity to give a performance review on a team leader, on a boss. After a brief orientation, Troy leaves his team to evaluate his performance in private. We'll start with vision and direction. Where do you think Troy falls at this point? Having never been in this position, team members are initially reluctant to evaluate their own leader, particularly in front of other team members and without Troy present. You know, guys, I'm real uncomfortable with this Ag Direct Online bringing up to Troy, because I don't want him thinking that, hey, this is just my idea and I'm trying to get out of a job here. The process itself was very challenging. For the team as a whole, we really had to drill down into the actions and behaviors that we liked or disliked, things that he could do to improve upon it. The second commitment of Model the Way is to set the example by aligning our values with our actions. Troy models this by deciding to receive his team's feedback, good or bad, face to face. The next competency reviewed was influencing others, and this was one that there was quite a bit of discussion around. And actually, the performance score that we ended up on as a team was a 2.5. The one thing that stood out was the Ag Direct Online. And I think at times we felt that there was maybe some leadership lacking in that. The feedback that I received, a lot of it was hard to hear. And that was really one of the benefits to the group, was to take that personal risk, you know, to model that for the group, that it's okay to place yourself at that personal risk and take that honest feedback and measure it. What I hope the team members would come away with was a sense of that it is okay to be in that environment, that feedback is necessary for growth, and then to see how you accept that feedback and then what you do with it. Because of Troy's ability to model his own values, his team gained a newfound respect for the appraisal process itself. And after the opportunity to go through this performance review, the individual review that I had meant more for me. I placed more value in some of Troy's feedback. By building a shared commitment to personal development, Troy's team has also significantly improved team performance. He's asking the questions, how can I do this better? The performance evaluation shows his commitment to do that. He used that feedback and that information to make a difference. As we've seen, by modeling the way, build a bond of trust, and you increase your personal credibility. Leaders don't ask people to do things that they wouldn't be willing to do themselves. In fact, we say leaders go first. They set the example for others about why these values are so important. In inspiring a shared vision, leaders breathe life into what initially is their vision so that it becomes a shared vision. And as we'll see, inspire a shared vision is not just important for business, it's also crucial for education. For Stanford University in Palo Alto, California, there is always the question, how to find a way to link the mission of the university with the real world? For Kathy Avila, this is no idle question. Kathy is Director of Student Development and Leadership Programs at the Haas Center for Public Service. Cruz is Kathy's supervisor at the Haas Center. The mission of the Haas Center is to support, encourage, inspire students, faculty, and staff to carry out their social responsibilities through public service. To fulfill the mission of the center, Kathy begins with the first commitment of inspire a shared vision, envisioning the future. In Kathy's case, this means identifying community problems, imagining solutions to those problems, and then envisioning ways to involve the students in effecting those solutions. When it's a world-class university, and wouldn't it be great if every one of our graduates was really committed to public service and out there doing good? And to get there, we can't necessarily start with the entire population. We have to start with
the folks who walk through these doors. That's where the second commitment of inspire a shared vision comes in, to enlist others into our vision. One of Kathy's roles at the center is to mentor the public service advising fellows, 10 students who create their own service projects and then recruit other students to participate in them. The service fellows go out and they do outreach across campus, and they work with a number of different student organizations, staff-run programs, community centers, and outreach is one of the major goals that we have. Kathy knows that in order to achieve their shared vision, these students must become leaders themselves, promoting a commitment throughout the university to serving others. And I try to do that in multiple ways, both by myself explaining to them the vision, having them sort of share kind of what pieces of the vision are exciting for them. I think when they can make their own agendas or ideas to kind of the picture that I'm painting, then it helps them see it for themselves. By encouraging her students to develop their vision of public service, Kathy is truly extending her influence as a leader, creating her own leadership legacy. Sometimes I think, especially being in public service, I should be out doing more. I should be working with hundreds of people, not 10. But yet when I see them and I think about the impact that these 10 are going to have on hundreds of Stanford students and the impact those hundreds are going to have on hopefully their communities and out across the country and the world, it's really exciting to me. Everyone gets inspired by everyone else, and so it's such a like ripple effect. What one person can do really can inspire others to do better too. I do project wonderful outcomes for many of them. I can see a lawyer, I can see a high school teacher. They definitely give me hope for the future for our country and for what they are going to be able to impact. When one leader inspires a shared vision, she maintains energy and enthusiasm, keeps people focused on the future, and shows them how they make a difference. When you have a vision of the future, about becoming unique and distinctive, then you're going to have to challenge the process. You're going to have to search for opportunities to change, to grow, to innovate, and to improve, and you're going to have to experiment and take risks. As a single hospital where once there were three separate facilities, Sinai Grace Hospital in Detroit, Michigan, a victim of mergers and consolidations, faced significant problems. I'm very passionate about the delivery of healthcare. When Patricia Maryland came on board as president, she quickly realized that Sinai Grace wasn't just looking for new leadership. It was also searching for a new identity. Well, the first thing I noticed were employees who related to the way things were done in the past. It was very troubling for me because no one was speaking about the future. Given the major challenges we face in this field, in order to be effective in your leadership, you're going to have to be absolutely unorthodox in your approach. Patricia began with the first commitment of challenge the process, search for opportunities to change, grow, and improve. She started by talking and listening to her staff. When I go out and I talk to my employee workforce, we talk about if this was your mother that you were treating, this patient was your father, how would you work with them? How would you talk to them? How would you feel if someone was cold and friendly and treated you like a piece of machinery rather than a human being? Well, the first opportunity for change was apparent. The long wait times for patients in the emergency room. When I first joined the organization, the length of time it took to be seen and admitted to a hospital bed was on average about 8 hours. So that was something that was unacceptable to me. The second problem was the hospital's perception in the eyes of the community. To me, it was criminal that we had individuals that lived within a block of this hospital that tended to go to other hospitals. It's clear that the physical environment is a big part of the problem. The third problem had to do not with how patients saw the facility, but rather how they saw the staff and how the staff saw themselves. Before I came, the employees did not have uniforms. They were pretty much wearing street clothes. Very unprofessional. Some of the staff were coming in wearing whatever they wanted to wear. They had a poor attendance and the morale was low.
Now that she'd identified the opportunities for change, it was time to take action. The second step in Challenge the Process, to experiment and take risks, to make seemingly small but fundamental improvements. To address the unacceptable wait times, Patricia challenged the staff to break with long-standing tradition about how the emergency department was organized. One of the changes that we wanted to make within the emergency department, including creating a separate area for the chest pain patients, that they would be triaged immediately, and our urgent care population, we moved to another area. It's called express care. This simple change was responsible for greatly reducing patient wait times. Marilyn challenged not only the staff, but the hospital's executive team by insisting upon upgrading the hospital's decor from waiting rooms to hallways to patient care facilities. I really felt it was important to create an environment here that was warm, that was embracing, that would allow you as a patient coming in the door to feel some level of trust and comfort. Marilyn also challenged the staff to upgrade their own decor by letting go of the habit of informal dress. Our biggest effort was to put together a dress code policy. If you place your employees as we did in uniforms, then that sets a tone of professionalism. Because if you look good, then the first impression is that you're very organized. Today, Sinai Grace Hospital has made an astounding turnaround. The experience illustrates that challenging the process is not a one-time event, but a process in itself that feeds upon the vitality and enthusiasm of people. We have something special going on here at Sinai Grace, because we, despite the odds, are doing quite well financially. Our customer service scores have gone up tremendously. We have the morale is high. You see everyone's in uniform. There's a belief that this can be the best hospital, the best emergency department in southeastern Michigan or the state of Michigan. We've decided that as an organization that we will look at other opportunities for improvement, and we will challenge the way we do things if we feel that we have not been effective in the past. Challenging the process is all about changing business as usual. In that case, it oftentimes can be quite disruptive, even kind of messy. But it's only in challenging the process that leaders are able to get remarkable things done. A popular misconception about leadership is that it's about grabbing power and maintaining power. It's just the opposite. It's about giving away the power that you hold. What leaders do in the process of enabling others to act is they foster collaboration, build trust within people, so that people not only can count on the leader, but they can count on their colleagues, they can count on themselves. What do you do when your health insurance costs are going through the ceiling? It's a problem that confronts organizations large and small, including Steve Crowder, president of Regen Technologies, a leading rebuilder of engines and other parts for companies such as John Deere. Our medical costs have been growing for the last 4 or 5 years at about 20% to 30% per year. So you have this cost that nobody knows how to control. And I and the CFO got together and looked at, okay, we had a choice to make here. Is we can continue to pay these premiums, or we can start figuring out what we're going to do in the future. The answer for Steve was also the first step in enabling others to act, to foster collaboration with other team members. He assembled a committee of employees, a team whose job it was to research the problem and come up with recommended solutions. I put the monkey on the table and said, this is on your back, and we got to figure out what to do. I don't think we really knew what to expect when he asked us to look at the problem and solve it. But were the committee members truly empowered to make such a drastic decision affecting company finances? Steve's answer to this was to employ the second commitment of enabling others to act, strengthening others by sharing power and discretion. When you empower people, and in this committee was a great example, is that you have to give them something to be empowered about. Steve decided that the best way to demonstrate the trust he had in the team was to let their decision stand. Whatever they decided was the best health care plan would be the one the company would implement. The
This wasn't a project that we're going to make a recommendation to, you know, Steve is the CEO and he's going to say, nah, I don't like that solution, or maybe you ought to go look at this. So this was, we're going to empower you, let you make this decision, and this decision is your decision. $330,000, it's $160,000, it's $90,000. He took the benefits committee through an educational process, starting with, you know, cost of goods, how the compensation packages are put together, how benefits are assessed. Finally, after weeks of exhaustive research, endless debate, and discussion, the healthcare committee came to a difficult decision. This committee decided, because we have to continue to give a return on investment to our shareholders, we're going to have to start taking on some of this cost ourselves. Then came the last hurdle. It was then the committee members' job to sell their plan to the rest of the company. You know, I'm on the benefits committee, and we're talking about some changes that are coming about. The employees out here on the floor are going to have to take over some of the hit. It was tough to go to my peers and explain to them that more money was going to come out of their check for insurance. Nobody likes to be the bearer of bad news or the bad messenger. Despite the fact that it would mean some out-of-pocket costs, the employees embraced the committee's decision. Their trust in Steve and in the other committee members went a long way towards convincing the employees that it was the best plan. It was more of a smooth transition as they understood that we're doing this, why we're doing it, and it is the right decision. The decision at Regent has proved to be good for the employees as well as management, but it has also reaped benefits for the committee members themselves. I think it was a real feeling of empowerment to me and the others on the committee. I mean, making the decisions for myself and the rest of the company. Steve has also found that helping others take responsibility for issues that profoundly affect their committee was giving a hard time to one of the other employees, saying, you know, if you didn't go to the emergency room every time you just had a cold, it would really cut down our healthcare costs. And the other employee looked at it and said, if you quit smoking, we'd really reduce our healthcare costs. Enabling others to act builds a sense of trust among people and fosters the kind of collaboration that's necessary if you're really going to get a whole bunch of people to move in the same direction. Extraordinary things done is tough. It's hard work. Leaders need to encourage the heart, the fifth of our five practices. It's serious business, but it's also an opportunity to have great fun. It's an opportunity to try to make sure that we enjoy the journey that we've been on. FedEx is the largest express package delivery company in the world. FedEx's success also rests upon a far-flung workforce who work demanding schedules in relative isolation from one another. It's not just all about picking up a package and delivering a package. We're always fighting the clock, so it gets very pressured. In managing and motivating such an autonomous and diverse workforce, encouraging the heart is critical for Maurice Settles, the senior manager at this distribution station in Pinellas Park, Florida, near St. Petersburg. Encourage their heart means recognizing employees' contribution to the team and making sure they understand and they know that we appreciate the things that they do. That inspires them, that motivates them. The first commitment of Encourage the Heart is to recognize contributions, showing appreciation for individual excellence. Maurice knows that showing such appreciation starts with his day-to-day interactions with each of his team members. Sometimes we think we have to do something profound in order to lift them up or to motivate them or to inspire them to reach a certain goal. That was deep. Congratulations, man. Oh, thanks. Good job, man. Yeah, face up. But it's usually the day-to-day things that we do that really help the employees to see that we truly value them. This is as presented to Mr. Ron Worley in recognition of your courage and inspiration to us at the PIE station. Such recognition culminates in Employee Appreciation Day, a regular event at the station where team member effort is acknowledged. If you want good behavior to be repeated, you have to reward it. It's one thing to go up and tell them thank you, but when you actually do it in front of a group of peers and recognize them in front of everyone, it means a lot to them. Encouraging the heart comes naturally to Maurice.
But for his station to excel, he'll want all his managers to adopt the practice as well. Well, I'm the type of manager and person where when I come to work, I'm all business. You know, I'm here to do a job, and that's why I expect all my employees. Where I've been known to be, you could say, abrupt and abrasive at times. So you have this viewpoint that employees get paid to do the job. Why should I thank them for doing things that they already are getting paid to do? This is where Maurice is able to employ the second commitment, which is to celebrate the values and the victories, creating a true spirit of community. She's a huge football fan, so answer the question as well. When you go to the football game, do you cheer on your team when it scores a first down? When they get a first down? Yeah. What about when the quarterback completes a pass? Yeah. Why do you do it? You think about it. They get paid to do that. They get paid to, when they score a touchdown, they get paid to score a touchdown, but we cheer on. And that's the same thing we should do with our employees. He has shown me how important it is and how well your employees will respond by you treating them good with respect and dignity and then rewarding them for the accomplishments that they come through with. Employee Appreciation Day is just one of the ways in which leaders such as Maurice are leading and motivating their people. Maurice believes that these demonstrations of appreciation are a small investment compared to the benefits the company receives back in terms of loyalty and productivity. We perform much better. We see better attendance by employees. We also see areas where productivity improves. You can feel it when you come into the facility. Sometimes even Maurice is surprised by how his team members respond to such recognition. I made the mistake the only felt this morning. I was talking to him before. I said, you guys did a great job doing an audit. And he looked at me and said, we did a great job. And we start hearing me more. That's something I listen for. When I hear the employees start making that comment that we did good or we did something, that's when I know that we're starting to really make a lot of progress. And it's amazing how they just rise to the occasion. I've seen it many times. So to me, that's what it's all about. The word courage literally means heart. When leaders encourage the heart, they give more heart to others so that they can sustain their effort and achieve even higher standards of excellence. I think in the end, leadership's a choice. The choice is available to each of us. Regardless of what level, what industry, what time this is, what difference do you want to make in your organization? You have the skills, you have the abilities. What difference do you want to make? The choice is yours. الأخير بقى اللي إن شاء الله هنتكلم عنه هو الإيموشنال إنتليجنس الـ EQ أو الـ EI أو الذكاء الإنفعالي. ولأن إحنا بنتكلم عن الأفراد والمؤسسات فبتلاقي دايما الكونسبت بتاع الإيموشنال إنتليجنس بيرد ذكره كتير وذر أنت بتتكلم عن الليدرشيب أو المانجمنت أو البابليك سيكتور أو البرايفت سيكتور. في البداية نحب نفصل ونقول what is intelligence and what is emotions. إيه هو الإنتليجنس؟ الذكاء. هنقول الذكاء كما ورد ذكره من خلال الامريكان هيرتج ديكشنري قاموس التراث الامريكي فهو الكاباسيتي تو اكواير اند ابلاي نوليدج قدره على ان انت تكتسب معلومه وتقوم بتطبيقها وهو الفاكولتي اوف ثوت اند ريزن اعمال العقل والادراك معا وهو السوبيريور باور اوف مايند القدرات الذهنيه العليا بينما روبرت ستيرنبرغ في كتابه بيوند اي كيو سنة 1985 قال ان الانتليجنس is what we measure with tests هو الذكاء هو ما يمكن قياسه من خلال الاختبارات الخاصة بقياس الذكاء. هاورد جاردنر بقى وكان ليه اسهامات كبيرة قوي وكتب متعددة عن الذكاء وتكلم عن انواع الذكاء المتعدد سنة 93 في كتابه Multiple Intelligences قال ان الانتليجنس is the ability to solve problems الذكاء باختصار هو القدرة على حل مشكلات. هاورد جاردنر قال كان بينادي ان في حاجة اسمها الذكاء المكاني الذكاء الاجتماعي الذكاء الانفعالي الذكاء المنتلي الذهني فهاورد جاردنر كلمنا بان في مالتيبل انتليجنس الذكاءات متعددة وكل فرد نوعية الذكاء بتاعته تختلف عن الفرد الاخر
وبالتالي التطبيق أو إمكانية توظيف الذكاء بيختلف من فرد لآخر. طب ده الشق الأول من الإيموشنال إنتليجنس اللي هو الذكاء. إيه هو بقى الإيموشنز؟ إيه هي الإنفعالات؟ بيقول إن الإنفعالات دي ليها شقين، وذر أنت بتتكلم في فيسيولوجيكال سايد أو سايكولوجيكال سايد. الفيسيولوجيكال سايد بيقول لي ان الايموشن از ا كومبلكس ستيت اوف هيومن مايند، حاله معقده جدا من العقل البشري، بتتضمن تغيرات جسمانيه على مستوى واسع وكبير، زي البريثنج، زي سرعه التنفس، باوندنج هارتس، دقات القلب، فلاشت فيس، احمرار الوجه، سويتنج بومز، تعرق رحاط اليد، بولس ريت، النبض، الجلانس كريشن، افرازات الغدد. وهو فعلا حقيقي ان الشخص تحت الانفعال في تغيرات جسمانيه بتحصل له مختلفه. لو قلنا مثلا ان انفعال الخوف بينتج عنه افراز هرمون هو هرمون الادرينالين اللي بيبقى من السهوله جدا ان يستشعره او يشمه الحيوان، وبالتالي عشان كده يقول لك ايه، لما تكون خايف وقدامك حيوان بيعدي ما تحاولش ان انت تبين خوفك، لان لو خفت الهرمون اللي هيفرز الحيوان هيشمه فهيحس بيه. وبالتالي الاموشنز لازم نعرف ان ليها تأثيرات سلبية اكيد بتعود على الحالة الجسمانية او الحالة الصحية للجسم. وطبعا ادعى من كده الامراض العصر المنتشره كتير زي الضغط والسكر وارتفاع والامراض الخاصه بالقلب، دي كلها نتيجه ايه، افراط في استخدام انفعال معين او شعور مبالغ فيه. السايكولوجيكال سايد بقى بيقولك it's a state of excitement marked by strong feelings، حاله من الاكسايتمنت مصحوبه بمشاعر قويه زي ما احنا شايفين، الشعور بالفرح، الشعور بالحزن، الشعور بالخوف، الشعور بالرعب، الشعور بالقلق، الشعور بالتجاوب مع الاخر، الشعور بالغضب. قبل ما نكمل عايزين نفرق ما بين مصطلحات اساسيه، الاي كيو والاي كيو والاي اي. الاي كيو تعني الانتليجنس كوشنت، معامل الذكاء الذهني اللي هو what we measure with tests، الحاجات اللي احنا فعلا بنقيسها بالاختبارات بتاعت الذكاء. بينما الاي كيو بيعني الايموشنال كوشنت. ايه الايموشنال كوشنت؟ هو معامل الذكاء الانفعالي، تمام، اللي انا برضو بقيسه باختبارات الذكاء. والاي اي بيعني الايموشنال انتليجنس وهو الذكاء الايه ايضا الانفعالي. وبالتالي لو انا بتكلم عن الايموشنال انتليجنس وبستخدم الاي كيو او الاي اي فالاثنين يمكن استخدامهم ايه بالتبادل مع بعض وبيدونا نفس المعنى. وات اكزاكتلي از الاي كيو بقى؟ ايه هو معنى الاي كيو بالتفصيل؟ الاي كيو او الايموشنال انتليجنس، احنا اتفقنا خلاص ان الاي كيو والاي اي الاثنين بمعنى واحد. الذكاء الانفعالي هو knowing what feels good, what feels bad and how to move from bad to good، تمام، تعرف ايه هي التريجرز اللي بتضايقك، التريجرز اللي بتبسطك، مؤثرات الخارجية اللي بتأثر عليك بالسلب، مؤثرات بتأثر عليك بالإيجاب، وتقدر ازاي تعمل كنترولينج لنفسك وتحرك نفسك من منطقة السلبيات او الحاجات اللي بتضايقك الى منطقة حاجات إيجابية بتبسطك. Knowing your emotions and knowing emotions of others. انك تعرف مشاعرك وتتعرف كمان على مشاعر الاخرين. وبالتالي emotional intelligence فهو the ability to recognize your own feelings and those of others. The ability to motivate yourself and those of others. As well as to manage your own emotions and others. الذكاء الانفعالي بيتضمن ان انت تتعرف على مشاعرك ومشاعر الاخر، ومش بس كده، تقدر ان انت تحفز نفسك وتحفز الاخر علشان تعمل سيطرة على الشعور السلبي لذاتك وللاخر. فالذكاء الانفعالي مبني على شق مهم اوي، خاص بالذات الانا وشق خاص بالطرف الاخر. ارسطو بيعلق وبيقول لنا كلمه جميله قوي في الكتاب عن الذكاء الانفعالي، بيقول لنا ايه بقى. طبعا احنا قلنا ان ارسطو ده ليه اسهامات كبيره في مجال الاثكس. بيقول لي anyone can become angry that's easy،
But to be angry with the right person to the right degree at the right time for the right purpose and in the right way, that is not easy. سهل الواحد يغضب مع اي حد لكن ان انت تغضب في وقت معين بطريقة معينة مع شخص معين والهدف معين وبشكل سليم غير مبالغ فيه فده الحاجة اللي مش سهل ان اي حد يوصل له. خلينا نقول ان انت وانت بتتكلم عن الذكاء الانفعالي ليك هدف. هدفك دايما هو ايه؟ هو ان انت توصل للمرحلة الوسطية، تبقى في المنطقة الوسطية. زي ما احنا شايفين كده انت بتتحرك دايما وانت بتتكلم عن الانفعالات ما بين تو اكستريمز، تمام؟ التو اكستريمز دول هما ايه؟ هما الشعور او الانفعال السلبي، تمام، والشعور والانفعال الايجابي. المنطقة الوسطية هي هدفي، هي هدفي في الايه؟ في الاموشنال انتليجنس، الذكاء الانفعالي. التطرف مش مقبول، سواء رحت للسلب او رحت للايجابي، التطرف في الشعور السلبي او التطرف في الشعور الايجابي امر غير محمود وامر غير ايه مقبول. في سؤال بنسأله دايما، هل احنا بندرس الذكاء الانفعالي او بنديه للطلبة عندنا في المدارس او في الجامعات؟ بتلاقي الرد بيقولك لا، ان our educational system بيستريس اون ايموشنال او انتليجنس كوشنت، بيركز على الذكاء الذهني وليس الذكاء الانفعالي. وي ار توت هيستوري انجلش جيوغرافي فيزكس بوتاني كمبيوترز ميديسن انجينيرنج الى اخره. وي ار نوت توت هاو تو هاندل فرستريشن انكسيتيس ستريس فيلير ديبريشن بيرن اوت انفيريوريتي كومبلكس اور ايجو بروبلمز. We are not told to learn how to manage emotions, interaction, coordination, adjustments. عمر ما حد قال لنا ازاي نتعامل مع مشاكل ومركبات النقص ومع الاحباط والقلق والتوتر. عمر ما حد قال لنا ازاي نتحكم في الشعور بتاعنا، ازاي نتواصل مع الطرف الاخر، ازاي نغير من اسلوبنا، ازاي نبقى more adaptable، ازاي نتعاون مع الناس اللي حوالينا. بيفترض علينا ان احنا نتعلم كل المشاعر ديت او كل الانفعالات دي ونتفرج عليها على البيرز زملائنا او نشوفها من خلال البيرنس اهالينا او نشوفها او نتعرف عليها من خلال الناس الرول مودلز بتوعنا اللي هم مفترض ان احنا بنقلدهم. وكمان مش بس كده، ده في مراحل متأخرة من حياتنا بيتم تقييمنا على أساس إحنا إيه، بنعرف نأكت بطريقة أدابتبل ولا لأ، بنعرف نتصرف مع زملائنا بشكل إيجابي ولا لأ. ديبري بنتون ليها كتاب مشهور اسمه Lines Do Not Need To Roar، بتقول إني أنا خسرت كتير في بداية حياتي بسبب عدم قدرتي على الرؤية السليمة وعدم قدرتي على إدراك أهمية الذكاء الانفعالي. فأي was stunned، كنت مذهولة. College courses hadn't addressed the importance of people skills or being a team player. That lack of knowledge cost me my job. تمام؟ ان انا ما عنديش القدرة على ان انا اتعامل مع الاخر، او ان انا الكورسات بتاعت الجامعة عمرها ما علمتني ازاي انمي مهاراتي ومهارات التواصل، او ان انا ازاي ابقى تيم بلاير ناجحة. النقص في المعرفة دي كلفتني وظيفتي. She thought work was all about producing results. كانت فاكرة بس ان الشغل ما هو الا انك تحقق نتائج ثم نتائج ثم نتائج. طيب ليه مهمة قوي بالنسبة لنا الموضوع بتاع الاموشنال انتليجنس ده؟ لان it's a new way to understand the people's behavior والمانجمنت ستايل والاتيتيود والانتربرسونال سكيلز. It's important also in HR planning وjob profiling والrecruitment والinterviewing والmanagement development والcustomer relation. هتلاقينا دايما واحنا بنتكلم عن الكاستمر سيرفيس، هتلاقي ان انت محتاج تعين ناس عندهم درجة عالية من درجات الثبات الانفعالي.
لو انت بتشتغل في مجال المانجمنت ديفلوبمنت فانت محتاج تشتغل على المانجرز اللي عندهم البوتنشال بتاعه الايموشنال انتليجنس تكون عاليه جدا. By developing our emotional intelligence, we become more productive and successful, reduce the stress for individuals and organizations. وبالتالي لو انت بتشتغل على تنمية وتطوير الذكاء الانفعالي بتاعتك فانت تقدر تحقق productivity عالية، تقدر تحقق نجاح في حياتك وتقلل حجم الاسترس الواقع على الافراد او على المنظمات او المؤسسات. People with high emotional intelligence tend to have balance between emotions and reason، لان هما بيشغلوا العقل والانفعالات، ما بيسيبوش الانفعالات بس هي اللي تبقى سايقاهم، هي اللي تبقى بتتحكم فيهم. Awareness of their own feelings، في وعي بالمشاعر الشخصية، في فهم كبير للتريجرز المؤثرات الخارجية اللي بتأثر على المشاعر. We empathy and compassion for others، وفي حالة من حالات الامباثي التعاطف بيبقى مع مع الآخرين. We signs of high self-esteem، وطبعا بيظهروا درجة عالية جدا من درجات الثقة بالنفس. Preconscious Thoughts ده كتاب كتبه إبستين سنة 98، بيعرض لنا فكرة حلوة قوي عن شكل التعامل ما بيننا وما بين الناس، وازاي destructive sequence of thinking، طريقة التفكير الهدامة، ممكن يبقى فيه event معين الevent ده ينتج عنه تفكير، طريقة تفكير معينة، طريقة التفكير السلبية دي ينتج عنها مشاعر غضب، ينتج عن مشاعر الغضب دي تفكير متزايد يزيد من مشاعر الغضب اكتر، حتى اوصل الى ان السلوك في النهاية يبقى السلوك عدائي ما بيني وما بين الطرف الاخر، في حين نفس الايفنت ده ممكن ان ينتج عنه يبقى رد فعلي تجاهه رد فعل ايجابي، فيعتريني شيء ممكن من الحيرة، الحيرة دي يتورد عنها شعور بالتعاطف مع الطرف الآخر، ثم ينتج عنه سلوك ودي وفريندلي، وفي الحالة دي بيبقى ده constructive sequence of behavior، سلوك بناء نتيجة نفس الايفنت. في محاولة للتفرقة ما بين الـ IQ versus الـ EQ، الذكاء الانفعالي للذكاء الذهني، الريسيرشز اثبتت الابحاث ان الاي كيو الذكاء الذهني ممكن يساعدك ان انت تو بي سكسسفل لدرجه 20% بس في الحياه، بينما بقيه 80% من السكسس من النجاح بيعتمد على ذكائك الانفعالي. دانيال جولمان في كتابه Working with Emotional Intelligence، التعامل مع الذكاء الانفعالي او العمل بالذكاء الانفعالي، حدد لنا 4 دايمنشنز اساسيه، 4 محاور اساسيه بنشتغل عليهم واحنا بنتكلم عن الذكاء الانفعالي. اول محور منهم هو او اول كوادرنت في الفريم ورك بتاعه اتكلم عنه هو السيلف اويرنس، ثم السيلف مانجمنت، السوشيال اويرنس، اند ريليشن شيب مانجمنت. السيلف اويرنس الوعي بالذات، الكوادرنت الاول بيشمل تحتيه الايموشنال سيلف اويرنس والاكيوريت سيلف اسسمنت والسيلف كونفيدنس. السيلف مانجمنت اداره الذات تشمل الايموشنال سيلف كنترول والترانسبيرنسي الشفافيه والكونشسنس الضمير او الوعي بالريسبونسابيلتي يعني تحمل المسؤوليه، الادابتابيليتي التكيف، الاوبتيميزم التفاؤل، اتشيفمنت اورينتيشن، والانيشيتيف. السوشيال اويرنس هي الامباثي والاورجانيزيشنال اويرنس والريسبونسيفنس تو اذرز، في حين الريليشن شيب مانجمنت بتشمل الديفلوبينج الاذرز، السبيريتشوال ليدرشيب، الانفلوينس، كوميونيكيشن، change catalyst and conflict management وbuilding the bonds و teamwork and collaboration. هنشوفهم مع بعض بالتفصيل، خلينا بس نتفرج على الفريمورك ده
ونقول ان هو مبني على بعدين اساسيين. البعد الاولاني منهم قائم على فهمي للذات، ادراك الذات، والبعد الثاني مبني على الفهم الاخر. فيما يخص السلف اويرنس والسلف مانجمنت، دول خاصين بالذات. الاخر بعمل له سوشيال اويرنس وسوشيال ايه مانجمنت او ريليشن شيب مانجمنت. نشوف مع بعض كده المفردات بتاعه السلف اويرنس. ايموشنال سيلف اويرنس، الوعي بالذات، بيتضمن ريكوجنايزنج الايموشنز اند ذير افكتس، ريكوجنايزنج يور اون انر سيجنلز، نوت هاو ديسيجنز اند فاليوز ماتش، انك تتعرف على الايموشنز بتاعتك وتاثيرتها على الاخرين، انك تتعرف على الانر سيجنلز بتاعتك، المؤشرات الداخليه او التريجرز بتاعتك، انك تعرف ازاي القرارات بتاعتك متماشية مع القيم والمبادئ اللي بتحكمك. طبعا تقييمك الذاتي الدقيق دي مهمة قوي، انك تعرف ايه هي البوينت اوف سترينس عندك والبوينت اوف ويكنس عندك، نقاط القوة ونقاط الضعف، تعرف ايه هي الليميتيشنز بتاعتك، تعرف ان انت قوي في الجزئية دي فتبقى عندك السلف كونفيدنت عالية، سلف كونفيدنس عالية في نقاط القوة بتاعتك، والحاجات اللي هي نقاط ضعفك تعترف بيها، وان انت ما تقدرش تقوم بالشيء ده، وان انت محتاج اسيستنت، انا محتاج مساعده، فمش عيب ان انت تسال عن مساعده حد في نقطه انت عارف ان انت مش متمكن فيها. فتقييم الموضوع الدقيق لذاتك دي جزئيه مهمه قوي في فهم الذات. سيلف كونفيدنس او ثقه بالنفس هو شعورك بان بالسيلف وورث والكابابيلتيز بتاعتك. Be willing and able to play to your strengths. Admit you have them. مقتنع ومعترف ان انت عندك نقاط قوة كتيرة في شخصيتك وسعيد بيها، وعندك استعداد وعندك القدرة ان انت تشتغل عليها. ازاي to improve self awareness بقى؟ Take some time out at the end of each day to consider your interaction. You will be amazed at what you learn. دايما بيقول لك ايه، ادي نفسك مساحه من الوقت ان انت دايما تتفرج على انفعالاتك وعلى الرياكشنز بتاعتك مع الناس كانت عامله ازاي. هتذهل من طريق تعلمك وخبراتك لنفسك، ازاي ان انت بتكتشف في نفسك طاقات وقدرات جديده. استمع دايما للانر فيلينجز بتاعتك، لشعورك الداخلي. That won't go away in trying to give you a message. Stop and listen to what it is trying to tell you. It may be important. الحته الانيشيتيف اللي كنا بنتكلم عنها، الحدس او الاعتماد على الاحساس الداخلي، احيانا بتصدق القول. فتمرن نفسك ان انت تسمع الشعور الداخلي بتاعك. Take a walk in their shoe. يعني ايه؟ يعني حط نفسك مكان الاخر. Try to see things from others point of view. How do they perceive the situation and your role in it. تمام؟ شوف الناس بتكتشف المواقف ازاي، بتراها ازاي، وانت دورك ايه في المواقف ديت، وهل كان ليك تأثير سلبي فيها عليهم او ساهمت في رفع ايجابياتهم ناحية الموقف. Accept your emotions. Accept that the way you feel is the way you feel. يعني اللي انت حاسس بيه، انت متضايق، ايوه انا متضايق، لا تنكر على نفسك حالة الضيق. There is nothing productive in thinking to yourself I shouldn't feel this way. مش هيؤدي بيك الجملة ديت لأي حاجة، مش هتأثر عليك بالإيجاب ان انت تقول ما كانش المفروض ان انا احس كده، انت حسيت بكده وخلاص. Accept that this is the way you feel right now and work on ways to make you feel differently. انت مكتئب، خلاص انت مكتئب، اعترف بانك مكتئب وحاول تفكر ازاي تخرج نفسك من حالات الضيق او الحزن ده. Appreciate your strengths and weaknesses. Don't be scared to confront your weaknesses. اوعى تخاف من ان انت تعترف بضعفك او نقاط الضعف بتاعتك. Being aware of what you are good at and what you are not so good at will help you to make the most situations and to develop areas where needed. انك تعرف ايه هي نقاط القوة بتاعتك، وانك تعترف بان انت الحاجات دي انت شاطر فيها او الحاجات دي انت ضعيف فيها، هيساعدك ان انت تطور نفسك في مواقف مختلفة. ده الايشو بتاع السلف اويرنس. طب السلف مانجمنت بقى،
سيلف مانجمنت. اول حاجه سيلف كنترول. تمام، سيلف كنترول بمعنى ايه؟ ان انت تكيب امبلسز اندر كنترول، تتحكم في ذاتك، يكون عندك قدره عاليه على الادراك الذات والتحكم في ذاتك. تراست ورثنس، مينتينينج ستاندردز اوف اونستي اند انتجريتي، انك تحافظ على الامانه والنزاهه بتاعتك. وقلنا ان فكره البنك اكاونت بتاعت ستيفن كوفي، ان انا ازاي ان انا بزود رصيد الحساب بتاعي عند الشخص اللي قدامي. الكونشسنس هو تحمل المسؤوليه ان مانجينج يور سيلف. ناس كتير نسمعهم بيقولوا هم السبب، البلد هي السبب، البلد هي الحكومه هي اللي عملت، المدير هو اللي قام، هو اللي طلب مني، هو اللي خلوني اتصرف كده، هم اللي اقترحوا عليا كده. افتكر دايما يا جماعه ان احنا مش من الذكاء الانفعالي بتاعك ان انت، ومش من النزاهه ومش من الاثكس ان انت ترمي اخطائك على شماعات الاخرين. try to be responsible، حاول تتحمل مسؤوليات وتبعيات قراراتك. تمام، تحمل المسؤوليه يخليك بتادمت الخطا، بتعترف بالخطا، وده ينقلك لمرحله ان انت تقدر تمانج نفسك بعد كده، وتقدر تشتغل على نفسك بشكل ايجابي بعد كده. الناس كلها قالت لك لكن في الاخر انت اللي اتصرفت. تمام، adaptability، flexibility in adapting to change or obstacles. الflexibility هي المرونة in adapting to change or obstacles، هي المرونة في التكيف مع المتغيرات والعوائق اللي ممكن تقابلنا. سي لافي، دي دايما هي الحياة فيها عوائق وفيها مشاكل، انت هتتكيف مع المشاكل والعوائق ديت ولا هتقعد مكتوف الايدي وتقول مش عارف اتصرف. سيلف مانجمنت تاني بنتكلم فيه ريليتد للاوبتيميزم، هي البيرسيستنس ان بيرسيوينج جولز ديسبايت اول اوبستكلز اند سيت باكس، هي التصميم والاراده على ان انت توصل للاهداف بتاعتك برغم كل العوائق اللي ممكن تقابلك. تمام، achievement is a concern for working well or for surpassing a standard of excellence outperforming others. تمام، فالشعور بالانجاز هو الاهتمام بالنتائج الايجابيه والروح المنافسه اللي ممكن تبقى موجوده عند الشخص. initiative هو الability to identify problem obstacles or opportunity and take action to address current or future problem or opportunities. الانيشيتيف طبعا هي روح المبادره، ان انت تبقى more proactive. تمام، وان انت تاخد الانيشيتيف والليد ان انت تغير وتغير السلوك، وزي ما قلنا تشالنج ستاتس كو، تغير الوضع الحالي اللي موجود في المؤسسة او في المنظمة اللي موجودة عندك. ده فيما يخص ايه ذاتك. سوشيال اويرنس بقى، سوشيال اويرنس هو الطرف الاخر، والسوشيال اويرنس ده يا جماعة وعي بالاخر، ده الاخر ممكن يكون فرد وممكن يكون مجتمع، ممكن يكون دولة، ممكن يكون منظمة. فالاخر ده ممكن يكون فرد او مجموعة. اول حاجة الامبثي، الامبثي وهي understanding others and taking an active interest in their concern, listen, attune, grasp others perspective. تمام، الامبثي هي التعاطف وهي عكس السامبثي. السامبثي بمعناها تعاطف بوزوت giving them a hand، يعني من غير ما تقدم له ايد المساعدة. لكن الامبثي هي ان انت تحط نفسك مكان الطرف الاخر وتحاول تفكر في حلول عشان تخرجه من المشكلة، فهو التعاطف الايجابي. organizational awareness is understanding and empathizing at the organizational level issues, dynamics, politics, know the values and unspoken rules. المؤسسات مش شرط ان انا ادام اتعرفت على الهيكل الاداري بتاعها يبقى انا عرفت مين هو متخذ القرار. احيانا متخذ القرار بيكونوا ناس خفية،
بيكونوا ناس مدارية. مين هي الشخصيات الانفلوينشر المؤثرة فعلا في الديسيجن ميكينج، في صنع القرار؟ تمام، يهمني انا قوي اعرف الناس اللي هم الكي بيرسونز جوه كل مؤسسة. يهمني ان انا اعرف المؤسسات اللي الوزارة بتاعتي او الشركة بتاعتي بتتعامل معاها، ايه هي الفاليوز، ايه هي القيم اللي بتحكم المؤسسات ديت. تمام، السلوك التنظيمي ما بين العاملين وبعضهم، الداينامكس، البوليتكس، السياسات، اللوائح والعادات والقواعد اللي موجودة جوه المؤسسة ديت ايه. وعي بالمؤسسة ديت هيسهل عليا كتير قوي التعامل مع افرادها والتعامل مع البيئة بتاعتها. الناس اللي ما عندهاش الوعي المؤسسي دوت بيكون شاطرين فيه، الناس دي بتفشل بسهولة. وعايز اقول لحضراتكم ان احنا بنشوف وعي مؤسسي دوت الاورجانيزيشنال اويرنس او السوشيال اويرنس ده بيتطبق كمان او بينادوا بيه على مستوى الدول. ففي ناس لما بتسافر او تهاجر بتلاقيها بعد فترة بترجع بلادها مش عارفة تكمل. ليه؟ لان بيحصل لهم ما يسمى بالصدمة الحضارية او الكالتشر تشوك. الناس دي ما عملتش الهومورك اللي عليها صح، الناس دي ما قدرتش تعمل ما يسمى بالorganizational awareness او الوعي المؤسسي او الوعي بالبيئة او الثقافة بتاعت الدولة اللي هم رايحين عليها، فبيحصل لهم نوع من انواع الصدام. احنا بقى عايزين لو انت بتتنقل لمؤسسة، بتتنقل من وزارة لوزارة، بتتعامل مع افراد، لازم تبقى انت اوير بالاخر ده. قلنا زي ما قلنا حتى لو الاخر ده فرد او مجموع. تمام، سيرفيس اورينتيشن. والكور بتاعنا هنا بقى واحنا بنتكلم عن الذكاء الانفعالي واحنا بنتكلم عن البابليك سيكتور هو السيرفيس، الخدمة وتقديم الخدمة. سيرفيس هو ريكوجنايزنج اند ميتينج الكاستمر نيدز تو بي افيلبل تو يور ستاف، سيرف تو ريسيف اكسلنت سيرفيس. الشخص اللي عنده ذكاء انفعالي عالي، احدى الدايمنشنز بتاعت الايموشنال انتليجنس هو ان يكون سيرفيس اورينتد، بيحب يقدم الخدمة، بيحب يساعد الآخر. الناس اللي عندها حب لتقديم الخدمة دي هي في المبادئ بتاعت الخير ومساعدة الآخر بتبقى من الكي فاليوز عندهم. خليني أوريكم كده very short movie عن السيرفيس وأهمية السيرفيس وإن إزاي السيرفيس ديت بتبقى مهمة، وخاصة بقى الناس اللي بتشتغل في مجال خدمة العملاء أو خدمة الجمهور لو ما عندهاش السيرفيس اورينتيشن دوت بيبقى عندهم ما يسمى بالاموشنال ليكج. الاموشنال ليكج او التسرب العاطفي او الانفعالي من الامور المرفوضه تماما في الذكاء الانفعالي. هنشوف مع بعض الاموشنال ليكج كده ونشوف دي تيبس صغيره عن ازاي الناس دي بيحصل تسرب للانفعالات بتاعتها وهو الامور مش مقبوله بالمره زي ما اتفقنا، especially وانا بتكلم عن خدمه المواطن او خدمة الجمهور. My wife really aggravated me this morning. I'm having a bad day. That Marianne at shipping is rude. She puts me in a grumpy mood every time I talk with her. Just thinking about her aggravates me. Have we heard negative comments like that? A lot. Hi, I'm Nancy Friedman, the telephone doctor. When I'm training corporate America to do a better job when the public calls, one of the things I obviously stress is friendliness and helpfulness. It's hard to be friendly and helpful when you're angry about something, and yet we all know that unpleasant things do happen. People who answer telephones need to be sure their negative emotions don't show, that callers never get mistreated because of what we call emotional leakage. Emotional leakage is leaking anger or frustration from one situation to another, like carrying over an unhappy incident from a prior call into your next completely innocent situation.
Let me ask you a question. Have you ever had the experience, either on the phone or in person, of talking with someone who's really unhappy about something? It was easy for you to sense that you inherited somebody who was in a bad mood. And when that happens, you think about your reaction. You feel, hey, your problem isn't my fault. I didn't have anything to do with it. Why are you taking it out on me? I wasn't even there. That's emotional leakage. Getting angry at Peter and taking it out on Paul. Someone having a problem and then being irritable and snappish with their coworkers and callers all morning. Let's explore emotional leakage. I've heard all of this before. Don't you now, honey, need to uncook? You said you were coming over last night at 8 o'clock and you stood me up. This isn't the first time this has happened. Hold on a minute. I'm not finished with you yet. Good morning, friendly bank. This is Stacy. Never mind. Oh, a bad day? Larry, this is the worst. You know what time we got out of there last night? Yeah, so I'm running late this morning already. I go out to my car. I've got a flat tire. In the pouring rain. You ever change the tire in the pouring rain? Man, I am soaking wet. So I go in, clean up, leave again. Now this time, I'm running really late. So I step on it. And I get a speeding ticket. Then I get here, two people are missing, so I gotta do all the work. Hold on, I got another call. Data processing, this is Jack. Hello? 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 I'm sorry, Larry. The diagnosis? Emotional leakage. Just because she had a fight with her boyfriend is no reason to take it out on the customer, or for that matter, her fellow employees. And just because he had a flat tire and some other things went wrong is no reason to bark at the next person he talks with. That's emotional leakage. طيب ده الايموشنال ليكج, وده الايموشنال ليكج اللي بنقول ان هو ان اكسبتبل بالمره وانس ان انا بتعامل مع سيرفيس في تقديم خدمه للجمهور. ما ينفعش موقف ياثر على موقف تاني, او تعاملي مع عميل او مواطن ياثر على تعاملي مع مواطن او عميل اخر. شيرلي تشامبل في كتابها ذا ويلسي سبيريت علقت وقالت, when you can love that you that has made mistakes, لما تقدر تحب نفسك التي أخطأت, that has failed over and over to measure up to the ideal, that has been broken again and again for the same stupid reasons, then you can love others who are dealing with the same struggle because you know it is your struggle too. وبتقول كمان إن life is a self-improvement course and we are all in the same classroom. كلنا بنخطأ, كل بني آدم خطاء, كلنا معرضين للخطأ. لازم تعرف إن الأخطاء اللي انت بتشوفها عند الآخر انت نفسك ممكن تتعرض لها وممكن تقع فيها, وكلنا في نفس الكلاس روم, كلنا في نفس الحياة. ماشي, كل بني آدم خطاء. الدايمنشن التاني اللي احنا هنتكلم عنه في الفريم ورك بتاع دانيال جولمان هو السوشيال مانجمنت, او ما يطلق عليه ريليشن شيب مانجمنت. السوشيال مانجمنت ازاي ادير الاخر من خلال ديفلوبينج الاذرز, ان انا يكون عندي البعد بتاع تطوير الاخر, or the ability to foster the long term learning or development of others, هو ان انا اطور الآخر أو أبني مفاهيم تعليم مستمر وتدريب الآخر بصفة مستمرة. الانسبريتشوال ليدرشيب, القيادة الملهمة, هي ability to take a role as a leader of a team or other group. طبعا احنا اتكلمنا كتير في مصادر الاثوريتي, السلطة, وقلنا ان الاثوريتي ممكن تيجي من البوزيشن, وممكن تيجي من الكاريزما البوتنشال بتاع الشخص, وممكن تكون تراديشنال اثوريتي جاية من الاعراق او القبيلة او المجتمع او الكوميونيتي اللي انا بنتمي اليه. وقلنا ان القيادة هي اسمى قيادة فيهم او افضل authority فيهم هي authority اللي ليها علاقة بالكاريزما, مش authority اللي بتديها لك البوزيشن والتايتل بتاعك. هو ده المقصود بالinspiratory leadership, الانفلونس, التأثير بتاعك, الكاريزما, قدرتك على التأثير في الاخر, في المجموعة, في الجروب, في الفريق. change catalyst,
is the ability to alert, energize, and lead groups to bring about specific changes in the way things are done. Change catalyst معامل التغيير وهي قدرتك على ان انت توجه وتشجع وتقود المجموعة علشان يعملوا متغيرات كتير في الطريقة اللي هم بيقوموا بيها في العمل. change catalyst معامل التغيير تخلي الاخر عنده استعداد وتقبل لمبدأ التغيير ومفهوم التشينج. وطبعا احنا تكلمنا برضو عن التشينج والستيبس of change, من اول changing الايه knowledge changing الاتيتيود للانديفيدوال بيهيفيرز ان الجروب ايه بيهيفير. فقلنا في الستيبس بتاعت التشينج في مراحل مختلفه عشان الناس تبتدي تتقبل التغيير. في السوشيال مانجمنت علشان تبقى عندك الانسبريتوال ليدرشيب الانسبريتوال ليدرشيب وعندك الانفلونس القدره انك تاثر في الاخر, لازم يكون عندك الابيليتي تو بيرسويد قدرتك على الاقناع والامباكت اون اذرز علشان تخليهم تو جيت ذم تو جو الونج ويز اور سبورت ذا سبيكرز اجندا. انت عايزهم ايه؟ عايزهم يحققوا اجندا, اهداف خاصه بيك, في تارجت معين انت عايز توصل له. فمن خلال اقناعك للاخر ومحاولتك للتاثير بشكل ايجابي عليه وان هم يبقوا متفاهمين, هو دوت الانفلونس او التأثير. الكونفليكت مانجمنت برضو من كل دي تريسز او سبتايتلز كده جوه الكوادرنت بتاع السوشيال مانجمنت. كونفليكت مانجمنت هو ادارة الصراع, الابيليتي تو هاندل الديفيكلت انديفيدوالز جروبس اوف بيبل اور تنس سيتويشن ويز دبلوماتيك اور تاكتيكال واي. تمام, الناس اللي بتعرف تدير الصراع جوه المؤسسة, مش شرط ابقى انا طرف في الصراع بس اتنين متخانقين اعرف افصل ما بينهم واعرف اهدي الاحوال كده واصلح ما بينهم, هو ده القدرة على ادارة الصراع. teamwork and collaboration is the ability to work cooperatively with others, هي قدرتك على ان انت تشتغل في تيم مش solo player, to be part of a team and creating the group synergy in pursuing collective goals. building bonds networking او انشاء شبكة من العلاقات الانفورمال الغير رسمية, هي ان انت to build rapport and keep others in the loop, تخلق rapport يعني شكل من اشكال التواصل والcommunication مع الاخرين وتخلي الناس كلهم في دايرة التواصل معاك. القدرة على building networking او building bonds بتبقى مهمة جدا. communication بقى التواصل, deal with difficult issues straightforwardly, انك تتعامل مع الامور الصعبة بشكل مباشر. listen well, بتعرف تسمع الاخر كويس. listen more than speak, تسمع الاخر, مش سمع عادي ده انصات, والانصات بيشمل طبعا لو بنتكلم في الكوميونيكيشن بيشمل الايه الانصات والاصغاء بالفيشل اكسبريشنز وبالبودي لانجوج بتاعتك, كل حاجة بتقول انك بتصغي للاخر وبتسمعه. seek mutual understanding, هدفك انك توصل لشكل من اشكال التواصل والتفاهم مع الاخر. and welcome sharing of information, fully foster open communication and stay receptive to bad news as well as good news. مش قاعد بس عشان اسمع الاخبار الحلوة وخلاص, لا انا عندي القدرة على التواصل والتفاعل سواء كانت الاخبار دي ايجابية او سلبية, عندي القدرة على ان انا اتفهم مشاعر الطرف الاخر وان انا اصغيله وان انا اهتم بيه, مش اتكلم اكتر مما اسمع. كده ديت الفور دايمنشنز او الفور كوادرنت بتوع الاموشنال انتليجنس اللي اتكلم فيهم دانيال جولمان. ودايما تيك كير ان هو بيبتدي دايما بالسلف اويرنس الوعي بالذات, والمبادئ والمفاهيم بتاعت البيرسوناليتي اسيسمنت ماتيريال زيت بتبقى مفيده جدا في المنظمات, لان انت بتتعامل مع افراد وبتدير افراد, فانت لازم تفهم ذاتك وتفهم الاخر, تعرف التريجرز بتاعتك وتعرف التريجرز بتاعت الطرف الاخر عشان يبقى سهل عليك عمليه التحفيز الموتيفيشن والكنترولينج والسيطره عليهم.
ده شكل الريبورت اللي بيطلع للاسسمنت بتاع الايموشنال انتليجنس. دايمنشنز مختلفه بيكتب لك الجريدنج بتاع كل دايمنشن، فبيبتدي يطلع لك كل بقى السب تايتلز اللي احنا قلناها: سيرفيس اورينتيشن، اورجانيزيشنال اويرنس، الامبسي، الادابتابيليتي، التراست فورسنس، البيلدينج البونز، التشينج كاتاليست، الانفلونس، السلف كنترول، السلف كونفيدنس الى اخره. كل واحدة منهم بيبقى قدامها السكيل بتاعها ودرجة المقياس بتاع البعد ده او الدايمنشن ده في الكاركتر عندك شكله ايه. ده ويب سايت للناس اللي تحب تدخل تعمل حاجات فري اونلاين لنفسها عشان تحقق موضوع السلف اويرنس اللي احنا كنا بنتكلم فيه. انتوا ممكن تكتبوه، ممكن تخشوا تعملوا الاختبارات بتاعتهم دي اونلاين، اختبارات لطيفه قوي بتطلع لك الايموشنال انتليجنس ريبورت بتاعك، تبتدي تعرف ايه النقاط اللي انت قوي فيها، عندك نسبه ذكاء انفعالي فيها عاليه او عندك نسبه ذكاء انفعالي فيها منخفضه. اكتر الشركات اللي بتمارس الايموشنال انتليجنس في الريكروتمنت عندها شركه AT&T، طبعا بتستخدم التول دي او الاداه دي في التعيين. لوريال طبعا من شركات الكوزماتكس المشهوره اللي حققت طفره في المبيعات بتاعتها باستخدامها سيلز بيبل ريكروتد باي ذيس تول اللي هي الذكاء الانفعالي. وجونسون اند جونسون طبعا اللي راحت وعملت تدريب مستمر لكل الستاف مانجرز عندهم وحققت درجه من درجات برضو زياده في المبيعات والبروفيتس بتاعتها. طب الناس اللي بتسال عن السكور بتاع الذكاء الانفعالي، لو عملت التيست وما لقيتش ان الذكاء الانفعالي بتاعي نسبته مرتفعه، هل في حاجات ممكن اشتغل عليها عشان انكريز درجه الايموشنال انتليجنس عندي؟ طبعا بيقول لك في حاجات ممكن تعملها لوحدك وفي حاجات ممكن تعملها مع الطرف الاخر. اسال نفسك باستمرار انت بتشعر بايه، refer to this list until you no longer need them. شعوري باستمرار، ايد مشاعرك، اسال نفسك باستمرار وايد. بيقول لك write down your feelings to increase your recall of the feeling، وعملية استدعاء المشاعر واستحضار المواقف سواء كانت سلبية او ايجابية للمشاعر دي، ده تكنيك واكسرسايز هايل بيساعدك على تنمية الذكاء الانفعالي بتاعك، انك تعرف تعمل الريكول وتسجل وتعرف توصف بالظبط انا حاسس بايه دلوقتي. Work on raising your self-esteem by taking courses, listening to tapes and taking advantage of the practical literature available at your public library. بيقول لك اشتغل دايما على ان انت تزود ثقتك بنفسك. زيادة الثقة بالنفس دي تيجي من ان انت تدرس، تتعلم، تسمع حاجات وبرامج، تسمع توك شو، تبقى عندك معلومات في ايريز مختلفة، تهتم بالمجال الادبي، تهتم بمجالات فنية، هتلاقي نفسك بتنكريز الذكاء الانفعالي بتاعك لانك بقى عندك ثقة بالنفس، بتبقى قدر تتكلم افضل، بتقدر تخاطب الناس وتتفاعل معهم بشكل افضل. How to increase your emotional intelligence. تاني take responsibility for your feelings. قلنا الconsciousness، تحمل مسؤولية مشاعري، أنا اللي مسؤول. Begin expressing your feelings accurately. ابتدي عبر عن مشاعرك بمنتهى الدقة. لا تميل للمبالغة ولا للتقليل من نفسك أو من الشعور اللي انت حاسس بيه. Stop overusing expressions like I hate and I love. ليه بنروح للإكستريم؟ مفيش داعي أبدا نروح للإكستريم، لا بحب قوي ولا بكره قوي. تمام؟ في ناس يقول لك إيه، ياه ده أنا بكره الشغلانة دي موت. ليه ربطت الشغلانة بالموت؟ ده أنا بحب فلان ده بشكل فظيع، مش للدرجة دي. ده أنا بكره الحاجة دي عمى، يا ساتر يا رب إيه اللي وصلها لدرجة العمى. ده نوع من أنواع المبالغة. خد بالك إن أنت بتصدق اللي بتقوله. تمام؟ فستوب دايما يوزنج إكسبريشنز فيها نوع من أنواع المبالغة، لا بالتضخيم ولا بالتهوين. تمام؟ أحبب حبيبك هونا ما
عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. خير الأمور الوسط، خليك في الوسطية، حتى في الإكسبريشنز بتاعتك خليك وسطي. Listen to your feelings, let them guide you. استمع لمشاعرك ولانفعالاتك وخليهم يوجهوك ويعرفوك انت رايح لفين. Think about the consequences of your actions. فكر في تبعيات ردود فعلك، الاكشنز بتاعتك اللي انت بتاخدها، ايه ردود الفعل بتاعتها، تكون عاملة ازاي، ايه الحاجات اللي ممكن اتبعها مع الاخرين. عشان احنا قلنا الذكاء الانفعالي بيشتغل على الانا وبيشتغل على الاخر. طب هشتغل على الاخر، ننمي الذكاء الانفعالي بقى بتاعه ازاي، او اشتغل معاه ازاي السوشيال مانجمنت بقى. Start asking others people how they feel. اسأل الناس بقى انت حاسس بايه دلوقتي، ايه شعورك، ايه اللي مضايقك، ايه اللي بسطك. تمام، سؤالك ليهم واهتمامك بيهم ده اول مرحلة من مراحل الايه، التواصل معاهم. تمام كده، اوكي. Try to understand their feelings. Ask them to explain their feelings so you can understand them better. تمام، حاول تتفهم مشاعرهم وقول لهم يعبروا عن الشعور بتاعهم، يبتدوا يعبروا عن مشاعرهم ويبتدوا يعبروا عن الحاجات اللي هم حاسين بيها. Ask others how they would feel about possible future events. اسألهم يا ترى لو احنا طبقنا قرار معين، لو نزلت لوائح جديدة، لو نزلت تعليمات جديدة، رد فعلكم هيبقى ايه. بطريقة تانية نقول ان انت تبتدي تسألهم عن مشاعرهم وتحط مشاعرهم واعتباراتهم وردود فعلهم ايه في الحسبان وانت بتاخد القرارات بتاعتك. Listen to others non-judgmentally. لا تصدر احكام على الاخر. تمام، سيبه يتكلم، سيبه يعبر عن فكره، سيبه يعبر عن رأيه بدون اصدار احكام مسبقة. ليس لنا الحق في اصدار احكام على الاخر، احنا كلنا عيوب، ما حدش فينا perfect، فيش حد فينا كامل. Ask others for feedback on how they perceive you and your emotions. Others will see things better than you. تمام؟ طيب بيقول لك ابتدي اسال الاخرين هم شايفينك ازاي، اطلب منهم فيدباك، اطلب منهم ملحوظات عن ادائك، عن انفعالاتك. انتوا شايفيني عصبي، شايفيني مبالغ في انفعالاتي. الناس هتفيدك وتقدر تساعدك في ان انت تكتشف نفسك افضل. Don't defend yourself if you hear things you disagree with or you will strip their openness. Instead thank them for their honesty. لو انت خدت فيدباك من الاخر مش عاجبك، اوعى تبتدي تبقى دفاعي، تبتدي توجه ليهم اللوم، لا انا ما فيهاش كده، لا انا مش كده، انا كويس. لا، يدام هو شايفك كده ودام انت سألته على الفيدباك ده، خد بالك انت بتسعى ان ترى نفسك في عيون الاخرين، انت في مرآة الاخر، يعني هما مرايتك، هما هيشوفوك ازاي. فلازم تبقى more open وانستاد بدلا من ان انت تهاجم او تدافع، بالعكس اشكره ان هو على امانته في ان بيوجهك لحتة في شخصيتك انت مش قادر تشوفها. Work on becoming less defensive. خليك اكتر دفاعا، ماشي، more open، اكثر انفتاحا وتقبلا للرأي الاخر. And easier on yourself. وسهل على نفسك، ما تبقاش جلاد على نفسك، جلدة ذات ده مش حاجة كويسة. Ask others to let you know when they perceive you as defensive. انس امين، تثق فيه. لو انت حسيت ان انا بقيت صعب، بقيت قاسي، بقيت طف، قولي، وجهني اعمل ايه. تمام، تقبل الفكر الاخر، تقبل الرأي الاخر. احدى المشاكل اللي بقى واقع فيها ان المجتمع بتاعنا دلوقتي فكرة تقبل الاخر، رأيك صواب يحتمل الخطأ ورأيه خطأ يحتمل الصواب. اشتغل على ان انت تفهم الاخر. ربنا خلقنا بجمال، خلق البني ادم with beauty، بني ادم نقي، بني ادم على الفطرة السليمة. بعد فترة الانفعالات السلبية بتغطي الجمال ده، فانفعالات السلبية بما فيها من غضب وحزن وكراهية تغطي الجمال ده، تغطي دايرة النقاء والطهارة والبراءة دي.
الانفعالات تتحول لردود فعل وبيهيفير سلبي، بيهيفير شكله عدائي وسلوك عنيف. مطلوب مننا ان احنا نشيل دايرة البيهيفير السلبي ونخلي الاتيتيود التوجهات بتاعتنا ايجابية وبانفعالات اكثر ايجابية عشان نرجع تاني للبيوتي، لدرجة النقاء والطهارة اللي ربنا خلقنا عليها بالفطرة السليمة تاني. انا خلصت كده معاكم النهاردة، ارجو ان انا ما كنش طولت عليكم. حاولنا نغطي مواضيع مختلفة وكتير اتعرض ليها البابليك ادمنستريشن عندكم. كلمنا في الليدرشيب وكلمنا في المانجمنت فانكشنز، الوظائف الادارية، وكلمنا في الاثيكس، وكلمنا في الاموشنال انتليجنس، وكلمنا في ارستو، وكلمنا في ايريز مختلفة اتغطت في الكتاب. اتكلمنا عن الافشنسي والريسبونسيفنس، اتكلمنا عن البروكراسي والديموكراسي، اتكلمنا عن المانجمنت باي اوبجكتيف الاداره بالاهداف، اتكلمنا عن الكواليتي وتوتال كواليتي مانجمنت، واخدنا سناب شوت سريع كده عن السبلاي تشين مانجمنت من خلال الكونسبت بتاع اللين والفايف اسس. اتكلمنا عن مواضيع مختلفه، الموتيفيشن والديليجيشن، طبعا اخدنا في الديليجيشن بقى مش قليل، اظن انتوا فاهمين الكونسبت دلوقتي كويس قوي بتاع الديليجيشن. اتكلمنا عن الاتش ار مانجمنت، الريكروتمنت والبلاننج والسلكشن بيتم ازاي، والتريننج بيتم ازاي، واهم حاجه طبعا الابريزل سيستم، تقييم الاداء يتعمل ازاي. ارجو ان انا ما اكونش اثقلت عليكم، واكون قدرت ان انا افيدكم، وبالتوفيق ليكم ان شاء الله في ماده الاداره العامه البابليك ادمنستريشن، وتنتهوا ان شاء الله على خير من الدراسه بتاعتكم وتحققوا اللي انتوا عايزينه، واشوفكم ان شاء الله بعد الماستر مكملين في الدكتوراه بتاعتكم وحاصلين على دي بي اي. يشرفني ان انا اكون ساهمت في اعطاء معلومة ولو بسيطة تكون فادت اي حد منكم. يا رب اكون زللت اي عقبة عليكم، واسألكم الدعاء والتوفيق، والقاكم على خير ان شاء الله في مواد مختلفة، واهلا وسهلا بيكم في اي وقت وتحت امركم في اي استفسار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.